مع الكبار في الأعداد والحوار يا منديب، وفي الإخراج هشام حليمة. مستمعي صوت الشباب، ضيفة الليلة فنانة بل أيقونة للدراما وللجمال السوري، صاحبة حضور ملكي وجدلي في آن معا. تختلف الآراء حول إطلالاتها، لكن لا أحد ينكر إبداعها في تقمص أدوارها. لفتت الأنظار على مسارح سورية وعالمية، توجت نجمة في محافل تخطت حدود الوطن العربي. هي واحدة من ألمع نجوم الدراما السورية، الديفا سوزان نجم الدين. أهلا وسهلا فيكي، نورتيني. هاي عمين، مساء الخير. سعد لي المساء. مساء الخير هشام، ومساء الخير لكل الناس اللي عم تسمعنا واللي عم تشوفنا. اشتقنا لك عبر هوا صوت الشباب بعد زمان. زمان كتير ما جيت لهون، وانبسطت انه انا مهندسة في التلفزيون، بتعرف انا عم باخد وبعطي هيك، صح الصوت اوكي؟ تمام. فبحبه هذا المبنى، بيعني لي كتير كإنسانة، قبل كمهندسة وقبل كفنانة. وليه يعني مقاطعتينا؟ ليش هالبقى؟ ما مقاطعة. صار لك زمان ما طلعتي على صوت الشباب. ما دعوكي؟ صار في دعوات، كنت مسافرة. اوكي، انت بتعرف. وهلا من شوي قلت لي قلت لك حاولنا كثير التواصل بالفعل. اهلا وسهلا فيكي، نورتيني. حضرتك اليوم ضيفتي بالحلقه الثانيه بالسيزن الثاني لبرنامج مع الكبار على هوا صوت الشباب. اسمحي لي اقدم لك هذا البوكي الورد، تقدمت الفنان زياد سحتوت ومحل الوردي الذهبيه، تحيه له. ثانك يو زياد، اشتقنا لك. ما في ابدا كاميرا خفيه، هذا كثير يعامل معك شيء على فكره. ريحتهم كثير حلوه ولونهم حلو، الزهر والابيض بحبه انا. زياد أنا بحبه كتير، ومن أحلى المقالب الحقيقية بحياتي كانت معه، يمكن أول مقلب بعمري. نعم. أول هلأ بنحكي عنه. مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، أكيد برحب فيكن وبوعدكم بحلقة خاصة واستثنائية. فيكن تشوفونا بكرة وكل حلقات البرنامج أكيد عبر يوتيوب. هلأ فيكن تسمعونا أكيد لايف نحن عبر صوت الشباب وعبر صفحتنا على الفيسبوك. خلونا نبلش فقرات برنامجنا بأول فقرة. هذا أنا. هنا هي نحطها هون، ولا لازم تكون كل الحلقة؟ أنا مشان الكادر. هي مشان الكادر. أنا هيك أخضر قدامي وأخضر ورايا عشان تكسر الأسود. أنا وأنتي أسود. عم نحكي على الهوى على فكرة. بفكرة هذا أنا، الفكرة الأولى ببرنامجنا، أكيد رح نحكي عنك، عن شخصيتك وأفكارك. خليني بلش. والدك مثل ما كتير بيعرفوا هو الراحل نجم الدين الصالح، شاعر ومحامي الله يرحمه، كان عضو مجلس الشعب لسنوات، ووالدتك هي الشاعرة دولة العباس، محامي وعضو في اتحاد الكتاب العرب. من هالمنبت الثقافي اليوم شو بيخطر لك من انت وصغيرة؟ شو لسه عالق بالذاكرة؟ كل شيء بالطفولة عالق بذاكرتي، لأنه أنا بعشق طفولتي، بعشق نقاءة، بعشق الحب الصافي والحقيقي اللي أخذته من بلدة الدريكيش ومن ماما وبابا، ومن هالبيت الدافي اللي كله شعر وأدب ووطن وحب. ويمكن بعتب على أهلي شوي إنه ما ورجونا إنه الدنيا فيها غير الحب. يعني هو شيء حلو وما حلو إنك تكبر أنت كل عمرك وتفكر إنه الدنيا صافية نقية، وإنه الناس بس مليانة بالحب، لا في كذب. وهذا الشيء كتير غلط على فكرة أنا برأيي، لأنه هذا الشيء سبب لنا بصدمات كتير. على كل ما نكبر شوي كل ما بننصدم أكتر بالدنيا. ففعلا هي حقيقة أنه أنا ربيت ببيئة كلها حب وما فيها غير الحب. شو طلع فيها الحياة؟ أوف يا ساتر. لا، الحياة طلع فيها كتير قصص، فيها الكذب، فيها الخداع، فيها النفاق، فيها المصلحة، فيها شيء ما بيشبهنا كناس، كبني آدمين خلقنا كناس نخدم الطبيعة مش نشوهها، نخدم الإنسان مش نكرهه وندمره. لا، أنا ربيت ببيئة مختلفة عن الدنيا، عن جد مختلفة عن الدنيا. ولدت من أب وأم فيهم كل نقاء الكون، فيهم كل الحب، فيهم كل الوطن، الجذور متشرشة بالأرض، خدمة الناس متشرشة جواتهم. أنا ورثت كتير أشياء عن, عن, عن أمي وأبي، وأنا كتير بفتخر بعائلتي جدا، والحمد لله، بقول ألف الحمد لله على المنبت اللي أنا نبت فيه. والدك الله يرحمه توفي بعام 2010. بتقولي أنهم كانوا البسمة والقوة والسند لإلك. والدك ما قدرت تودعيه بسبب أنه توفي تاني يوم من خروجك من حلب، صح؟ لا. شو
شفتوا اليوم المعلومات ثلاث ارباع غلط على فكرة، اغلبهم من مواقع ولقاءات حضرتك عملتيهم. لا لا يمكن انا اقول هذا الكلام لانه ما صار، من وين بدي اجيبه؟ كيف ما ليش ما ودعت؟ انا ما ودعته لان كنت بمصر. نعم. انا قبل ما اسافر كان عندي مذكرات سيئه السمعه. نعم. تخيل هالاسم يعني ارتبط بوفاه بابا الله يرحمه. سبحان الله، انا قبل ما اسافر على المسلسل كان بابا بالمستشفى طبعا، ودعته كان عندي احساس جوات قلبي انه انا حارجع على خبر وفاته، كان عندي هذا الاحساس فودعته من وقتها، كنت مضطر اروح لانه حنبلش تصوير وانا اجلتهم كثير كرمال بابا. فرحت عم نحضر وتحضيرات وقصص وهيك، وخلص وتأجل أول يوم تصوير ثلاث مرات، المرة الثالثة خلص قرروا أنه رايحين على التصوير، فجر يوم التصوير، فجر أول يوم إجاني الخبر. فطبعاً على وجه السرعة رجعت وودعته، بس كان ميت، ودعته فتت لعنده لجوا على البراد إذا بدك، وحضنته كتير، ويمكن غلط، يمكن ما بيصير، يمكن ما بيصير أقول هذا الكلام، ما بعرف، بس هذا اللي صار، هاي الحقيقة. كان ضد دخولك الفن صح بالبداية؟ بداية لأنه كان خايف علي، وكان أنا كنت خايف، أنا ما كنت بعرف شو عندي وشو إمكانياتي، وما كنت بعرف وين فايتي على عالم مجهول، بس بحبه، والحب دايما بيغلب كل شيء بحياتي، دائما الحب بيغلب الخوف، بيغلب كل شيء بالحياة بيغلبه الحب عندي. درستي الثانوية بالدريكيش وتوجهتي لدمشق لإنهاء الهندسة وتخصصتي بهندسة العمارة مثل ما حكينا، وكنتي من أوائل بالدفعة صح؟ صحيح. صحي لي على كل لا صح والله لا صحح لك والله، لأنه من أول التقرير غلط لحد هلا. أيوة مشان تعرفوا المعلومات من يامن أفندي. بشو خدمتك دراستك الأكاديمية؟ الهندسة جدا خدمتني. ما اليوم عم نشتغل فن بعيدة لا شوي عنه. أنا اشتغلت هندسة وكان عندي مكتب هندسي واشتغلت فيه ومتابعة لهلا كل التطورات الهندسية متابعتها وبحبها كتير كتير، وأعتقد إني يعني رح أرجع هلا. أنا عم بعمل ماجستير بمصر بالهندسة المعمارية وبالبزنس مسجلي هلا. خدمتني جدا بحياتي، نظمت لي حياتي، أنا منظمة جدا بشغلي، ودراستي بالهندسة ساعدتني على هذا التنظيم. دخلتي الفن بالصدفة ببدايات التسعينات، مسلسل الدخيلة بتتذكري مع الممثل جهاد سعد بالمجر وضحية أكيد، وبلش أكيد المشوار طبعا الفني. هل برأيك الفن كان ولا يزال دراسة أكاديمية أم موهبة وصقل أم واسطة هي اليوم؟ موهبة وذكاء. هذا الفن موهبة وذكاء. إذا عندك موهبة وما أنك ذكي ما بتنجح، وإذا أنت ذكي وما عندك موهبة ما بتنجح. حلو. بدأتي كراقصة باليه وفلكلور شعبي بفرقة زنوبيا، وأنتي بجولات بمعظم الدول العربية، ليش ما وظفتي هذه الموهبة يمكن بأدوارك التمثيلية؟ لهلأ متضايقة أني ما قدرت وظفها، ولهلأ كتير مقهورة أني ما قدرت وظفها، وأنا هلأ جاهزة يعني الحمد لله محافظة جدا على لياقتي وعلى شكلا ومضمونا يعني الحمد لله. شو سر هيدي اللياقة والرشا؟ اللياقة انه انا رب العالمين عطاني شيء حلو، فانا حمدا وشكرا له لازم حافظ عليه. العالم بالله من هذا المبدا صدقا في جمال داخل عم يعني الحمد لله لبرا الحمد لله. مين برايك ابدع برقصه بالتمثيل من الاشخاص يلي كان عندهم هيدي الموهبه ووظفوها صح؟ بتقولي انا حابه اعمل مثلها. ما بعرف ما حدا ما بعرف مو ما حدا ما أوكي. بعرف أوكي. ما بيحضرني اي اسم هلا. اوكي. زوجتي وبعد أكثر من 16 عام من الزواج والمعرفة والحب انفصلتي عن زوجك بسبب الحرب على سوريا ومواقفك يمكن سبق. صحيح. وصرحتي بمعاناتك من القهر لعدم رؤيتك الأولاد الأربعة يلي هني سهير سارة حيان وحازم، نوجه لهم تحية أكيد، بسبب سياسة دونالد ترامب يمكن بمنع السوريين من السفر. أنا وقتها لأنه رفعت أكبر علم سوري بأمريكا وحيات الجيش العربي السوري وقائدنا من وسط أمريكا ومن تحت سماء أمريكا، ومن وقتها منعت من الدخول. تندم اليوم أنك جاهرتي بهذه المواقف؟ أعوذ بالله. حرمتي أولادك؟ أنا ثابتة كشجر الياسمين وكشجر السنديان في الأرض، ثابتة، مواقفي ثابتة من أول لحظة إلى الآن وإلى أن أموت. رجعتي شفتي أولادك؟ اللي هلأ 4 سنين ما شفتهم، وشي كتير صعب وشي كتير أهر ما بعده أهر أكيد. كتير صعب لما يكون ابنك حزين من بعيد أو عم يبكي أو عنده مشكلة وأنت ما فيك تضمه، بدك تعبر كل شيء بالصوت، أحيانا بالصورة وأحيانا بس بالصوت، كتير شيء صعب وقاسي، والله لا يدوق على حدا. تحس إنك مقصرة بتجاههم للأولاد؟ أبدا.
ابدا، لانه هن وانا بيعرفوا انا متابعتهم كثير منيح، بعرف كل تفاصيلهم وهن متابعيني وبيفتخروا فيني كثير مثل ما انا بفتخر فيهم الحمد لله. شو سؤالك كان؟ مقصرة بتجاه لا ماني مقصرة أبداً. لا لأنه أنا عملت كل جهدي لأني يكون معهم، وعملت كل شيء بقدر أعمله لحتى ما ننفصل، بس القدر أكبر مني كان. يعني أنا بشوف امرأة تضخ حب وجمال وجمال روح بالفعل، ذات شخصية متنوعة الصفات بين الجبروت بين الطيبة والقوة والضعف والاستكانة ببعض المطارح. بيقولوا اللي بيشتغل بالأعلام والفن ممكن يصاب بداء العظمة أو الغرور، قدي قدرتي تحافظي على هذا التوازن بحياتك؟ جدا، أنا أكره الغرور وبكره المغرورين. المغرور هو إنسان ناقص، هو إنسان حديث النعمة حديث الشهرة. أنا يسقط من عيني كل مغرور، لأنه أنت كل ما كنت كبير كل ما تواضعت، وكل ما نجحت أكثر كل ما خفت، لأنه هذا عطاء من رب العالمين. أهم شيء تعرف كيف تحافظ عليه، والمحافظة عليه ضمن هالزمن الصعب وضمن هالبيئة السيئة عموما كعرب اللي صرنا فيها، كتير صار كالقابض على جمرة من نار، كتير صار صعب، ولكن أنا محافظة عليها. اللي بيتابعك بيشوفك قديش قريبة من الناس، يمكن عبر السوشيال ميديا يلي قد تكون جيدة إن لم نقل ممتازة علاقتك فيها كتير على كل، على السناب شات، على الفيسبوك، على يوتيوب، حاضرة وين ما كان، إنستغرامي لآخره. شو قدم لك السوشيال ميديا ومين بيدر لك يا هون؟ بكره السوشيال ميديا، أكره السوشيال ميديا، وأتمنى لو كانت لم تكن. أتمنى كتير أنه يجي لحظة يقولوا ما في سوشيال ميديا، ما في إنترنت، ما في، لأنه بعدت الناس كتير عن بعض، صدرت كذب كتير، صدرت ناس عيب أنه نشوفها، وصدرت آراء ناس من 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 تحت الرماد ومن تحت الركام ومن وراء العتمة عم بتقيم الفنانين وعم بتقيم الناس وعم بتقيم الرؤساء من خلال عقدهم الشخصية ومن خلال أمراضهم الشخصية، وشوهت المجتمع وخاصة العربي. لأنه السوشيال ميديا أنا بعتبرها أكبر سلاح عدو للوطن العربي، وأكبر سلاح خادم للعدو لإسرائيل. لكن تستخدمي اليوم؟ أنا بستخدمه مضطرة. مضطرة. صادقة مع كل ظهور لإلك؟ أنا صادقة جدا جدا، ما عدا بالضحكة والابتسامة تبعي. كتير أوقات تكون متألمة وحزينة، ما بقول بس الفرح. ليش؟ لأنه الناس يعني بكفيها هموم، شو بدها من حزني ومن ألمي ومن همومي، لدرجة أنه ناس مفكرتني أنه عايشة فوق سحاب ما عندي هموم، وأنا همومي جبال ما بتحملها. بس الحمد لله والشكر لله على كل هم وعلى السراء والضراء. المتابعين واللي شافوا البرومو يلي نزلناه عن حضرتك والصور وهالقصص، اللي متابع حضرتك بيقول أنه كل ما تكبر تحلى. اليوم لله. العمر هل قدوا العمر؟ قديش وسرق منك؟ شو سرق منك؟ العمر ما سرق مني شيء، العمر عطاني كل شيء. ما سرق مني شيء، لأنه أنا هلأ أحلى من قبل من جوا ومن برا، وهلأ أنا أنضج من قبل، وعندي سعة أفق أكتر من قبل، وعندي مرونة أكتر من قبل، وعندي حب للحياة أكتر من قبل. الإنسان حلو كتير أنه يعيش مرحلته. هلأ في كتير ناس ما بتتقبل أنه الواحد يكبر ويضله حلو، أو الواحد مثلا يتقبل عمره ويضله محافظ على جماله من جوا ومن برا. الإنسان كل ما كبر، كل ما كبر الحب بقلبه، وكل ما كبر التواضع عنده، وكل ما كبر حب العطاء. بس الناس اللي عقله صغير ما بتعرف هذا الشيء. ليش؟ لأنه بعدهم عقلهم صغير. عم توصلي رسائل اليوم؟ عم توصلي رسائل؟ لا مش رسائل أنا، لا لا بشكل عام مش رسائل، هي أنا اللي بده ياخذ رسالة كتر خيره، واللي ما بده ياخذ رسالة يصطفل، ما لي علاقة بحدا، أنا لي علاقة بحالي وبس. ما كنتي متحافظة على علاقتك بعائلتك وأقحمتيها بالوسط الفني وتداولاته عبر كان الصحافة أو إلى آخره، هل ندمتي بمطرح من المطارح أنك أنت حكيتي عن عائلتك؟ كيف يعني أقحمتها؟ ما فهمت. موجودين بيعرفوا عنك خصوصيات؟ ما في خصوصيات، بيعرفوا من أمي وأبي وأخواتي. ما بيعرفوا كل أخواتي، مع أني أنا كل واحد منهم فخر فوق راسي، بحبهم وبفتخر فيهم كتير، لأنه من أنقى الناس. نحن ربينا ببيئة كتير صح،
وأنا ما عم بحكي هيك لأنهم إخواتي، لأنهم فعلا أنقياء جدا ومعطائين مثلنا كلنا، أنا وبابا وماما وإخواتي كلهم هيك، والأولاد الحمد لله طالعين هيك. ما أقحمتهم بشي، طلاقي أنا ما حكيت فيه، الناس اللي حكيت فيه، وأنا اضطريت لما سألت أني أقول بعض الحقائق. أنا لهلأ ما قلت كل الحقيقة. في شيء ما قلتي وبتحبي تقولي اليوم؟ لا ما حقوله، خلاص خليه بقلبي. خلينا نقول شيء، خليه في القلب يجرح وما يطلع ويفضح. ترى هذا بالبدوي مو هيك؟ هذا بالبدوي. هذا دور جديد عم تحضري له ولا لا؟ لا خلص زمن المسلسلات البدوية. بحب البدوي، بعشق كتير البدوي. كان يبقلك بعشق البدوي، بعشق الحكي تبعهم والمزيكا. يبيه مقطيبه وأحلاهم. شو حلوي هاليبيه. جنن مين أكثر حدا قادر يستفزك؟ ولا حدا أبدا. ولا أنا ولا أنت هلأ بالحلقة ما قادر، ولا حدا بعد شوي، ولا حدا بيقدر يستفزني ابدا. طب شو اكثر شيء بيستفزك؟ شيء هلا انا ما بيستفزني الناس اللي انا عندي دوائر بحياتي، الدائره الضيقه جدا والاوسع والاوسع فالاوسع. الدائره الضيقه هي اللي فقط اللي ممكن تستفزني لانه يمكن بيعنوني. تمام. هي الدائره فقط اللي ممكن تاذيني لانه بيعنوني. هي الدائره اللي بتفرحني وبتبكيني وبتطيرني فوق السماء وبتنزلني تحت التراب. هدول لأنه بيهموني. الكلمة والهمسة والرمشة منهم بتهمني. أما الدوائر الأبعد حسب علاقتي معهم ما كتير. بتلجأ إلى النوم وقت اللي بتحسي بزعل؟ أي هي صح، أنا جبتها. برافو عليك، هي معلومة صح يا شباب. تحية ليامن يا شباب. زقفة عم يزقف لك المخرج. أول معلومة صح. كل معلوماتنا صحيحة على فكرة. مصادرنا كتير صحيحة. شو يعني شو قصدك؟ هل انطعنتي بحياتك؟ اوش أنا اللي انطعنت. من حدا قريب؟ وسط ظهري. حدا قريب؟ لا مو قريب، بس كنت شوف الإنسان بمر بمراحل بحياته. المرحلة الأولى يلي كنت مفكرة إنه الدنيا كلها حب وعطاء بس. وبعدين؟ المرحلة الثانية مرحلة النجاح زائد الطعنات بالظهر. أوف. والصداقات اللي طلعت كذابة في كتير من الأوقات، وأكيد الصداقات الحقيقية طبعا. والمرحلة الثالثة مرحلة التطنيش يلي أنا فيها هلأ، يلي ما عاد في شيء بيعني لي إلا أنا وعائلتي ودائرتي الصغيرة فقط لا غير، ووطني رقم واحد على راسي خط أحمر. أصدقائك اليوم ما عندك أصدقاء بالفن؟ أصدقاء بالفن كتير قلال ونادرين. زملاء؟ زملاء كلهم زملاء. في حدا طعنك؟ بس في حدا أقرب من حدا أكيد. مين الأقرب اليوم؟ في منيح أقرب. لا في منيح بس ما فيني أذكر أسماء لأنه بخاف أنسى حدا عن جد. حدا كتير آخر حدا كان في كونتاكت بيناتكم؟ في في حتى في. يعرف العالم أنه مين مقرب منك؟ في يعني. في مقربين بس عن جد هلأ بدي أزبد، لأنه بتعرف أنت لما بتكون على الهوى وهيك ممكن اختر لك أشخاص وتنسى أشخاص تاني. بصير عندك لوم. والله بصير عندي لوم ما بدي زعلهم. أوكي. مو من باب إلا أنه ما بدي زعل حدا بس. خلال مسيرتك الفنية شفناك يا السيد الرايقة والكتير كلاس إذا بدك تقولي، هل هي طبيعتك بالبيت أم في وجه تاني؟ لا ما عندي وجه. أنا ليك لألك شغلة، أنا وجه واحد وعمري هذا واحدة. هذا أنت هون بالعقل. هاي أنا ليش؟ لأن ماني مستعدة أكون وجهين، لأنه أنا اللي بتعب. أنا ماني مستعدة أتعب بحياتي، ليش لح أكون وجهين؟ الحياة بوش واحد ومخالصة، لسه أكون وشين؟ يعني لسه بدي يقول ما في. أنا إنسانة نقية جدا من الداخل جدا، اللي بده يصدق يصدق، اللي ما بده يصدق مو فارق معي. أنا ما بحط جواتي يعني أحقاد وأضغان، لأنه هذا الشيء بتقلك وبيخليك تفكر بالآخر ما بتفكر بحالك. أنا بنت مهتمة بحالي، مهتمة بعائلتي، مهتمة بثقافتي، بشكلي، بأدواري، بالبزنس تبعي، مهتمة بدائرتي الضيقة والأوسع قليلا. عصيرة الثقافة بوقت خفت كتير نسبة القراءة يمكن والمطالعة بشكل سلبي بالعموم يعني، وبعصر جوجل ومحركات البحث يعني أي كتاب صرتي بتطالعي وصار في استثقاف أكتر ما في ثقافة، قديش مهمة بالنسبة لك؟ بتقري؟ في عندك وقت بتخصص؟ بلاقي الوقت دائما. كنت زمان خصص وقت لما يكون مثلا، شوف لما يكون عندك تصوير يمكن يستغربوا الناس هذا الشيء، مع انه نحن كتير بننشغل وقت التصوير، ولكن بصير وقتي منظم. بصير بعرف امتى عندي تصوير امتى ما عندي تصوير. اليوم اللي ما عندي تصوير بصير بستغله كتير صح. وقت اللي ما بيكون عندك تصوير انا بنشغل بامور كتير، بنشغل بالبزنس، بنشغل بالحياه، بنشغل بالناس، بالعيله،
أشياء كتيرة، بقراءات نصوص، بأنه شو بدي أشتغل، شو بدي أعمل، فبنشغل بكتير أمور، فما بيعود وقتي منظم مثل وقت التصوير. قديشك حدا اقتصادي بالحياة؟ اقتصادي؟ أبداً. ولا بتبعز إيه؟ بتحب أنا بعزوق أكتير يا ساتر. على شو أكتر شيء؟ شوبينج وهيك قصص؟ نو لا والله أنا بحب الأناقة وبحب الشوبينج بس. ليدي ليدي ما شاء الله عليك، بصورك بإطلالاتك بينحكى دائما بإطلالتك شو لابسة، وصارت العالم تلحقك وتشوف سوزان شو لابسة. أنا بحب إنه لما أكون لما طل طلة مميزة ما بتشبه حدا إلا أنا. لو على حساب العمل يلي عملتيه ينحكى بالفستان أكتر ما ينحكى بالعمل؟ لا عمره ما صار هيك إلا للناس السطحية السخيفة. يعني أنا مثلا مقدمة دور عظيم ورحت لأستلم جائزة، بينسوا أنه أنا جاية أخذ جائزة عن الدور العظيم باستفتاء الجمهور والنقاد وبيحكوا على الفستان، قديش هن سخيفين. حنحكي عن هيدي النقطة مع الكبار وكتير تفاصيل أكتر بالفقرة الثانية برنامجنا. هاي عندك الجرأة؟ مكملين معكم مستمعي صوت الشباب وضيفتي الليدي سوزان نجم الدين ببرنامج مع الكبار وفقرتنا الثانية عندك الجرأة. قدي عندك الجرأة اليوم؟ قد ما بدك. يعني؟ قد ما بدك. علي قد ما بدي؟ أي قد ما بدك علي. فقرة تصريحات نارية للضيف وتعليق منه. انتقد الكثير من المتابعين لتكريمك أو لتكريماتك الكثيرة اللي بتحصلي عليها، علما أنك لم تقدمي أعمال فنية ضخمة بالفترة الأخيرة، خلينا أحكي سوريا ومحليا، واتهموك بشراء التكريمات بغرض البقاء متواجدة على مواقع التواصل. هل اليوم سوزان نجم الدين بتدفع لتتكرم؟ بصراحة بصراحة متناهية، أنا بعتذر عن تكريمات كتيرة كتيرة، يعني أكتر يعني التكريمات اللي شفتوها أنا اندعيتها تكريمات قد دبل. وأنا لأقول لك شغلة، ما بيهمني، أنا التكريم الأساسي هو محبة الناس ومحبة الجمهور، وأنا قدمت أعمال عظيمة جدا، وكل التكريمات اللي أخذتها عن أعمالي. يعني مثلا لما أنا اشتغلت روز بمسلسل شوق اللي قعدت فيه 6 شهور عم موت وعم بتعب وعم، وأول عمل بحياتي، وأنا صرحت قبل هلأ أول عمل بحياتي بفكر فيه بالانتحار الحقيقي لسوزان نجم الدين من كتر ما تعبت نفسيا وجسديا وروحيا ومن كل النواحي. 6 شهور أنا عم بتعذب وعم باكل قتل وعم باكل ضرب، وجسمي صار أزرق أقدر وبرد، كنت ألبس 17 قطعة فوق جسمي، نزلت 10 كيلو كرمال قد ما لبست ما أطلع اسميني على الشاشة، وكل الناس شهدت لهذا الدور ووصل لكل الوطن العربي، مع أنه ما انعرض إلا بسوريا وبالOSN. أوكي أخذ جوائز عليه، اجتني جوائز من السماء. ليش؟ لأنه أولاً السوشيال ميديا كلها حكت فيه، صاروا هنين ينزلوا لي مقاطع، صاروا يتداولوا. أنا بيوم الأيام كنت هون، اتصلوا معي من الأهرام في استفتاء ولا درياني فيه، قالوا لي حاطين الأعمال العربية كلها، قالوا لي أقسم بالله بينك وبين العربية الثانية اللي بعده كانت هيفا وهبي يمكن أو ما بعرف مين كان، مليون. فأنا أفتخر بكل تكريم أخذته وكل التكريمات. هذا مش اتهام لإلي، هذا اتهام للناس اللي عم بتكرمني، اتهام لمصداقية الناس اللي عم بتكرمني. هل الناس اللي كرمتني ما عندها مصداقية، ولا هذا نتيجة غيرة وحسد وما بيقدروا يشوفوا حدا ناجح؟ هي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا عم تطلع عقد الآخرين. حلو. وعم تحاول تشوه الحقائق. أنا أدواري كلها مهمة وكلها مميزة وكلها متقنة، وأنا أحترم أدواري وأعمالي. وأنا لما بعتذر لأني ما ملاقي الشيء المناسب، يعني غيابي حضور، ولما بقول إيه بيكون عمل يستحق الإيه. فقط للتنويه ومن شان ما نفهم غلط، لما عم نسأل هيك سؤال أكيد هذا لا يمس ولا شعرة بتاريخ حافل بالنجاحات بالإبداعات بالمسلسلات نحكى، يعني أنا أقل من إني أحكي يمكن. أنت قولي بدك إياه، فأنا أقول لك نحن أسئلة قد تطرح. لا لا لا، اسأل اللي بدك إياه، لأنه هذا هذا الناس دائما اللي ما أنا قادرة توصل لك أو توصل لنجاحك بتحاول تشوهك. أنا ما عندي شيء شوهوني فيه. طيب. أخلاقيا الحمد لله، عائليا الحمد لله، ثقافيا الحمد لله، حافظة على حالي، ما عندي مشاكل. شو لقوا؟ لقوا شيء اخترعوا من عندهم، اخترعوا ما فارق معي. حصلتي على لقب أفضل ممثلة سورية، وذلك بمشاركتك ابن أصول وكلبش 3 وفيلم حملة فرعون بمهرجان الأفضل ببيروت. الحمد لله. أفضل ممثلة سورية لأعمال مصرية، برأيك كيف ضبطت؟ ضبطت.
أنا فنانة سورية اشتغلت بمصر ثلاث مسلسلين رائعين جدا. مسلسل ابن أصول كتير بتمنى اللي ما شافه يشوفه، لأنه دور من أحب وأعز الأدوار لقلبي. أوكي، وأخذت عليه وتكرمت عليه كذا مرة، وهلأ مطالبيني مبارح كلموني من مصر حابين يكرموني عليه، وكان في مهرجان مكرمة فيه ما رحت. هلا أنا ما فيني أحكي عن كل التكريمات اللي بعتذر عنها، إذا بحط لكم الدعوات مشان، بس أنا ما فارق معي هدول العالم، فما رحت لأنه أنا أصلاً مشغولة. حتروحي على هذا التكريم؟ ما حقدر روح، هني أجلوا هذا الشيء لبين ما صير بمصر. فاشتغلت ابن أصول، وكنت لما اشتغلت ب دور ضيفة بكلبشة ثلاثة صرت تريند دغري على وقتها بالتويتر، تريند نمبر ون. طب هذا مو جائزة؟ هي من أهم، مش أهم من كل الجوائز؟ اليوم مقياس، هي مش جائزة جمهور؟ مقياس اليوم التريند والفيوز تبع اليوتيوب وتبع تويتر هي مقياس لنجاح؟ مش كلهم، الحقيقي منهم وكله مين. كيف حنعرف الحقيقي من اللي ببين؟ ببين لما واحد يوصل تريند على ولا شيء ببين، ولما توصل انت تريند عن شيء حقيقي سمع عند الناس بيكون حقيقي بكل بساطة. مع رغم صغر حجم يمكن بعد، لا كان عندي ابن أصول مكسر الدنيا وقتها. نعم. ابن أصول وإجا هيدا، بتعرف شو اللي عمل التريند؟ فرق يعني هن حبوني كتير بابن أصول، الشكل اللي عاملته، وفجأة طلعت لهم بكلبش هيئة مختلفة تماما وأداء مختلف تماما. فالشخصيتين التناقض بيناتهم هو اللي عمل الترند. وحملة فرعون، وحملة فرعون كان مكمل. كمان مكمل. تعرضت لموقف محرج وانتقادات خلال التكريم من قبل اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودي بالقاهرة خلال توجهك للمسرح لاستلام التكريم. وقعتي شو تعرضت لشو؟ انتقاد من مين؟ اني وقعت؟ انك وقعتي. قال حسوا انه مفتعلة. يا الله، انا عم اقول لك اليوم عامل، قول اللي بدك اياه، قول. بدنا نرد على الكل، يعني ما برد سخافة. ما برد طبعا، حقك. ممكن انك شوف هدول الصغار، انا اكبر من هيك بكتير. هدول الناس اللي ما عندهم شيء، اللي ما عندهم ناجحين، ممكن يعملوا الحركات السخيفة الصغيرة اللي بتشبههم. اما انا وقتها جدا انزعجت اني وقعت، انزحطت بطريقة يعني اتخنقت مع اللي ما بتعرف. والله العظيم صابون صابون صابون، يعني كيف الناس التانية ما وقعت ما بعرف. يعني من باب انه نجوم ومشاهير عالميين صاروا يفتعلوا القصة، تتكرر القصة، كله بيبين. المشكلة هي مشكلة السوشيال ميديا، انه خلطت الأوراق، الصالح والطالح صاروا مثل بعضهم، لذلك صغروا الكبير. ويصيبني ما فارق معي، انا ليك ما بفرق معي، يحكوا البدنية، اخر همي آخر. حلوة ثقتك. بفترة من الفترات قمتي أو مو حضرتك، تم فبركة شائعة وخبر خطوبتك من الإعلامي اللبناني سامي كليب. وعاد وصرح أنه القصة كانت مزحة من صديقة مشتركة، التقطت لكم أنا صورة. أنا اللي قلتها مو هو. أنت كذبت الخبر. أنا اللي كذبت الخبر. هو ليش ما كذبه؟ ليش تركته فترة العالم؟ أنا اللي ليش؟ أول شيء كنت عم صور، كنت مشغولة كتير، وما كنت عارفة أنه هيدا الخبر أخذ كل هالصدى الكبير. طلعت هيك صارت الصحافة كلها تدق لي، ومبروك وما مبروك، مبروك على شو؟ قال كذا كذا كذا. بعدين نزلت فيديو مباشرة لما لقيت الموضوع كتير كبير وانه الناس كلها مصدقته، نزلت فورا فيديو كذبت فيه الخبر وقلت فيه انه سامي كليب هو صديق عزيز جدا على قلبي، ولكن هو فعلا كانت مسحة من صديقة مشتركة اللي هي منى المنصوري. يا منى اكيد اذا هاي حبيبتي. هالنوع من الاخبار قديش بيفيدك او قديش بيأذيكي؟ ممكن لا بيفيدني ولا بيأذيني. شائعة بتروح ولا شيء، ما بيعني لي بصراحة. بسلي الناس شوية، ما أنا بيعني لي شيء. بتفكري تعيد تجربة الزواج؟ اي طبعا، ليش لا؟ هلا تحت مصيبة ولا في حدا بحياتك هلا؟ لا أبدا. No. ولا حب؟ No. كملين مستمعي صوت الشباب أكيد. عم فكر بالسيرة، ناخد البريك. ما بتفكر إذا في ولا ما في. فاصل وين واصل؟ عندك الجرأة؟ في حضرة الكبار، ذكريات، نجاحات، اعترافات بجرأة وبكل مصداقية. حوار مع الكبار في حضرة الكبار، وكلام لأول مرة. مع الكبار مع الفنانة القديرة سوزان نجم الدين.
مع الكبار، مع الكبار على صوت الشباب FM. مكملين معكم مستمعي صوت الشباب وضيفتي الديفا، خليني اقول لك ديفا خنساس، كل شيء بيلبق لك على فكرة. حملي كمان من الانتقادات طالت ظهورك ببرنامج أصداء العالم مع الإعلامي مصطفى الآغا. خطأ وقعتي فيه، قلتي ربطتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنتخب البرازيل، قلتي على الهواء يمكن كان في لبكة، رديتي على الموضوع بكل روح رياضية، قلتي حبي للكرة اللاتينية جعلني أربط بين البرازيل وكريستيانو. قلتي وقتها كمان الصغار دايما بيجربوا انهم يسجلوا اهداف وهميه يلعبوا غيرها. مين قصدتي؟ قصدت كل الناس السخيفه، صحافه الصفرة فينا نقول، كل الناس السخيفه يلي كبرت الموضوع وصاروا يضحكوا ويتمسخروا. على شو؟ انا انساني مثلي مثلكم، بخربيت، بتلخبط، بنسى، عادي يعني. كبروا الموضوع كتير وعملوا له رجلين وإيدين وقصص وذيول ورأس وهياكل. هدول الأخطاء وهدول التداولات هل هي سبب كترة إطلالاتك مثلا ببرامج مثلا؟ ما بطل كتير أنا ببرامج، ما باحتفاليات بمحافل، ما بطل كتير مخففة. هلأ لي سنة هلأ ليكو في الجونة ما رحت، وكان عندي مهرجان من 3 ايام ما رحت. اندعيت على ما رحت لانه مشغوله بامور هون، عندي دعوه هلا على بيروت بلقاء كتير مهم كمان اجلته، يعني ما بروح على اي شيء. بتقولي انك مستهدفه من السوشيال ميديا او انه هالامر بيسعدك، برايك مين له مصلحه اليوم بتعقب وتقفي اثر وملاحقه اخطاء وعثرات سوزان نجم الدين؟ لا مو قصه بيسعدني، لا بيسعدني ولا بيحزنني ولا فارق معي. ما هو بس انا وصلني مين يعني، في ثلاث اسماء. عندك الجرأة تقولي مين؟ عندي الجرأة طبعا، عندي الجرأة بس ما حقول لك. ما فشيت له قلبه. لا عندي الجرأة، انا بعرفهم كثير منيح وهن بيعرفوا حالهم. في تنتين بنات فنانات، وحده سوريه والتانية. على فكرة ما حيخلص البرنامج لأعرف. إيه أنا بقول لك تحت الهواء، مش تحت الهواء، بقول لك برات الهواء. أنا بكتب. بس أنا اليوتيوب. وصلني بشكل مؤكد 100%، وكانوا متعاملين مع هيدا الله يرحمه تبع شو كان اسمه الصفحة. موقع مواقع يوتيوب. موقع لبناني. نعم. موقع لبناني تبع المشاهير. لا تبع المشاهير. نعم. هذا الله يرحمه. شرطة المشاهير. اسمه نسيته. شرطة أيوة. المشاهير. نعم. فكان في حدا بيدفع لهم فلوس. كرمالي يزوني وكرمالي كل ما بتكرم بيطلعوا قصص. يمكن هي الهدف التشويش على النجاح. بس تشويش على النجاح، لأنه نجاحي آهرون وموتون. أنا بتعرف كيف برد عليهم؟ فقط بالعمل والنجاح والابتسامة. هي فنانة لبنانية ولا واحدة سورية صح؟ لا تنتين سوريات. تنتين سوريات. فينا هيك نلمح شو أعمارهم، شو صفاتهم، شو بيعملوا؟ شغلتهم بس براغي هيك؟ لا هني فنانات ممثلات يعني. يمكن عرفوا حالهم. لا هني أكيد بيعرفوا حالهم طبعا. لا في واحدة مطربة. أف. إيه. في طار بيني وبينها. ما بدنا نذكر أسماء عن جد، خلاص شو بدك من الحكي. طب. إله بالصفحة. إله بالصفحة، ما بدي أفتح سيرة لأنه حذير شو. مع الكبار. ما بشرفني أقول أسماءهم بس. من هذا المبدأ يعني. هل كم من التنمر يمكن والانتقادات والإساءة بمطرح من المطارح عبر السوشيال ميديا وعبر منصات إعلامية اليوم، هل عطاكي درس أو هل أخذتي قرار بإيقاف الناس عند حدة؟ كل واحد يقول بده إياه. فكرتي بمحاسبة المسيء؟ لا لا لا. اللجوء بس أنا للقضاء؟ لا 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 ولا لا لا، كله هذا ما بيهمني. أنا بيهمني المجتمع عموما. عن جد ما عم بحكي عن سوزان. أنا اللي زعجني شغلة واحدة، أنا بنت متصالحة مع حالي وما عندي مشاكل مع حالي، ويحكوا اللي بدهم إياه ما فارق معي بصراحة، من الآخر مو فارق معي. اللي فارق معي شغلة واحدة، إنه صورة المجتمع العربي شوها، صورة السوريين تحديدا شوهت. بمعنى؟ نحن شوهنا حالنا، يعني نحن مو شاطرين غير إنه نحكي على بعض وإنه نطلع ببرامج ونسب بعض، يعني شو هالمسخرة؟ أنت عم تنشهر على حساب الممثل وعلى حساب ابن بلدك وعلى حساب النجم بس تاخذ كم لايك زياده وبس ليطلع اسمك. طب ليه؟ شو هالعيب هاد؟ شيلك عن البرامج. السوشيال ميديا نفسها قديش طلعت الناس من القاع، الناس الصغيره اللي ما بنعرف عنها شيء، اللي ما بنعرف قرعه ابوها من وين بالعاميه، عم تنتقدوا الكبار. مين انتوا اصلا؟ طلعت المجتمع وساخه المجتمع حطته على السطح، فصرنا نحن يعني صرنا نحن يعني صغرنا. يعني أنا إذا بصغرك بصغر، أنا إذا بكبرك بكبر.
الناس ما عم تفهم هذا الشيء، ناس عم تطلع على جسس بعضها مفكرة انه انا اذا طلعت على جستك بكبر بنجح. لا لا، مو صح هذا الحكي. انا بكبر لما في عندي كبار ببلدي، انا بكون نجمة حقيقية لما بيكون في نجوم حقيقيين في بلدي، مش كومبارس. انا بكون نجمة على نجوم ومع نجوم، مش على كومبارس. حلو كتير. هل قصدت اليوم هدول البرامج يلي بتبقى عبارة عن تصفية حسابات، واعني برنامج يمكن اخر البرامج اللي عم تكون مثلا اكلناها، عم يكون برنامج استاذ تحيه له باسم ياخر، لكن صار في الفتره الاخيره منصه لتبادل والاخذ والرد بين فنانين. انا ضد هذا الشيء، ضد يطلع برنامج على حساب الفنان وعلى حساب البلد وعلى حساب الوطن. انا ضد هذا الشيء. انا بحترم مصر. ايه بدعاني باسم؟ حتروحي؟ انا ما رحت لانه كان عندي تصوير وقتها. على فكره الدخان هاد بعيوني مشان ما يفكروا العالم اللي عم يشوفونه انه عم ببكي او عم دمع. عرفت؟ ابدا هي بدها. لا سمح الله. ايه فلاقول لك شغله، انا بغض النظر عن الاسماء وعن اسماء البرامج، بغض النظر انا ضد اي برنامج اللي بينزل من قيمه الضيف. قد ايه بحترم سعاد يونس، بيطلع من عنده الضيف قلبه كبير وبيحبب الناس فيه اكتر وبتكرموا على نجاحاته. قديه منى الشاذلي، قديه هدول كبار، قديه انا بحترم مصر انه بيحترموا بعض. انا بحترمهم يا اخي. لو بيناتهم عداوه، هاي العداوه بتضل بيناتهم، ما بتطلع على السطح. ليه عم تنشروا غسيلكم وسخ برا؟ ليه عم تضحكوا الناس عليكم؟ ليه يعني؟ ليه يعني؟ ما بكفي الحرب علينا لسه عم نعمل حرب على حالنا؟ على فكرة ما كانوا هيك قبل الحرب. أنا ضد هذا الشيء. يعني أنت مفكر حالك جريء هيك؟ هاي ما اسمها جرأة، هاي اسمها طعن، هاي اسمها عدم انتماء. أنا هيك بسميه، ما عندي تسمية تانية. لقوا فرصة، لقوا هوا، لقوا مكان لحتى. أنا ما عندي، أنا ما بعرف عن كل واحد كل مساوئه، أنا ما عندي عن كل واحد مليون قصة ما بحكي. ليش ما بحكي؟ احتراما لإلي أولا، واحتراما لبلدي ثانيا، واحتراما لإلهم بيضلوا فنانين ومعروفين. أما أنا لساني موجود، بقدر أطلع والله أحكي عن فلان وفلان وفلان، بس أنا البصغر مش هن. لما نحنا بدنا نحكي ونتبادل الإساءات لبعض، هذا الشيء بنزلنا تحت قاع الأرض قدام كل الناس وقدام حالنا أولا. فنحنا ليه لنكون هيك؟ ليه ما نرفع من بعض؟ ليه؟ أنا هي ما عم بفهمها بصراحة. بيرسم يلي عم يسمعوا من الفنانين والأشخاص يلي وصلتهم المساج. يمكن خلينا نحكي بشكل أو بشي تاني، يمكن اعتذرتي عن أعمال سورية هالسنة، قيل أنه مسافة أمان صح؟ لا، ما نعرض علي ولا ما نعرضوا علي. فينا نسمي شو اعتذرتي عن شو؟ اعتذرت عن أعمال ما عاد أتذكر أسماء، تذكرت يعني بعض الأعمال والله ما بتذكر. تابعتي أنا الأعمال اللي بعتذر عنها ما بتذكرها. تابعتي السنة الموسم الحافل كان سمعت عن الأعمال الحقيقة لسه ما صار لي شوفهم، بس أكيد أكيد مسافة أمان كان حلو، دقيقة صمت كان حلو، شفتهم على السوشيال ميديا. الممثلين عباقرة، الإضاءة، الإخراج، التصوير، كله كان حلو، عجبني. لاحظنا السنة كان في كمان موجة من الأعمال المشتركة، لقي استهجان البعض من الفنانين اللي شافوا فيه إنه نحن منجيب الفنان اللبناني بندفع له اللي بده إياه على حساب الممثل السوري اللي صار بيرضى بالقليل. شو تعليقك على ما سمي بالأعمال المشتركة؟ نحن بعنا حالنا حبيبي. السوريين باعوا حالهم. أي لبنان، برافو على لبنان، لبنان ذكية، لبنان صنعت دراما لأنه تنتمي لهالبلد. قصدك الفنانين السوري؟ جابت السوري أوكي، وصنعت من خلاله دراما لبنانية، هي حقيقة ما فينا ننكرها. وحتى الصباح قال بلقاء من اللقاءات، وتحية لقاله لأنه قال هذا الشيء، قال السوريين لهم فضل، واستعانوا بالسوريين لحتى يعملوا توازن ودراما حلوة جميلة، أنا مبسوطة فيها للدراما. بس حلو كمان نعمل، نبني، نرجع نبني كلياتنا، كل واحد بده يبني، كل واحد لازم ينتمي لبلده بالأخير. أوكي، أنا مع الدراما العربية المشتركة، وأول من نادى للدراما العربية المشتركة، ولكن بالأخير في هوية. هلأ إذا سألوني الناس إيه وينك أنت من سوريا، أوكي لينعرض علي عمل قدير، عمل مهم، عمل أنا أقدر أقول فيه هاي أنا سوزان نجم الدين موجودة بهذا العمل، وشوفوا أدائي وشوفوا رسالتي من خلال هذا العمل، تعوا حاسبوني إذا رفضت. من يوم شوق لليوم ما نعرض عليك شيء عليه القيمة؟ من يوم شوق لهلا، مع انه شوق كسر الدنيا وروز كسر الدنيا 100%، ما انعرض شيء بمستوى اللي انا بدي اياه. لا
شو اللي بدك يا؟ شو بدي يا؟ يعني بعد نهاية رجل شجاع، بعد أخوة كل أعمالي، هل عندي عمل فاشل أنا؟ اللي أنت اللي أنا صدقا ما بعرف، هذا اسمه موضوعية تحيز، ما لا بعرف لا مو تحيز، لا حقيقة أنا بتحدى، شهادتي فيكي مجروحة، لا أنا بتحدى حدا يجيب لي عمل فاشل لألي. ما عندي عمل فاشل، ما عندي دور فاشل، لأنه أنا بنتقي بحذر وبنتقي بعناية وبمسؤولية، لأنه أنا مسؤولة من الناس اللي حبوني واللي وثقوا فيني. أنا مسؤولة قدامهم، مسؤولة قدام عيلتي، قدام أولادي، قدام نفسي، قدام أمي وأبي الله يرحمه، قدام اسم العيلة وقدام اسم سوريا. أنا مسؤولة، فأنا ما برضى بشي. وعلى فكرة كل شيء اشتغلته بحياتي، قدي أعمال مهمة، واحد بالألف من اللي بدي إياه، بس هذا المستوى وهيدا السقف. شو أعمل؟ يا أما بوقف، يا أما بدي كمل ضمن الموجود. هذا الموجود؟ إيه، هل في شيء أعلى من هذا؟ ما في. يعني شفنا أعمال 2019-2018 نفخر فيها، أيه؟ أعمال سورية، أيه؟ معقول ما كان لازم تشوف سوزان فيهم؟ إيه، سألهم للمنتجين. استبعدتي؟ ما بعرف، سألهم، ما بعرف، I don't know. جزء ما كان إلي دور عادي. اسم نمبر وان، اسم أنت حدا؟ لألك شغلة، أنا اسم نمبر وان يعني. أكيد، أيه؟ طبعاً، الحمد لله. أنا في منتجين شافوني، اثنين بهي المرحلة قالوا لي وينك مسافرة؟ كل ما بنطلبك بيقولوا لنا مسافرة، كل ما بنطلبك بيقولوا لنا غالية، كل ما بنطلبك بيقولوا لنا مالك هون، ما بتجي. طب أوكي، مين عم يقول؟ الفنانين أو مدير إنتاج أو كذا، بيكون له مصلحة مع حدا غيري. طب في شيء اسمه نقابة، في مرجعية. نقابة شو؟ نقابة فنانين. أنو عفوا؟ في نقابة فنانين. مين قال لك في نقابة فنانين بسوريا؟ مليكة موجودة نقابة. لا لا. في نقيب فنانين، تحية له أستاذ زهير رمضان. تحية له، إيه. بس وين نقابة الفنانين؟ حبيبي نقابة الفنانين بتكون نقابة لما بتكون عاطي حقوق للفنان، لما بتكون عم تحمي الفنان، لما بتكون لما بيكون، ما بعرف، أنا ما بعرف شو عم تعمل النقابة، ما بعرف شو عم تعمل النقابة، عملت شيء؟ أنتوا بتعرفوا أكثر. لا أنا ما بعرف شخصياً، أنا ما بعرف، لا ما أنا نقابتي. ما بتدفعي اشتراكات؟ أنا ماني، أنا نقابة، أنا نقابة مهندسين. مهندسين، أنا نقابة نقابة المهندسين. ما انتسبتي، ليش ما نقلتي؟ عم تشتغلي فناني هلأ؟ أنا فناني هاوية وما زلت هاوية وسأبقى هاوية طول عمري. هذا تواضع. أنا مهندسة وإنسانة وفنانة، أقدم لبلدي بدون حسابات. يعني مو لأني عضوة بالنقابة أو ماني عضوة بالنقابة لازم أكون فناني أو لا. ونجت أنزور باسمه الكبير مانو نقابي، حاتم علي باسمه الكبير مانو نقابي، كتير من الفنانين المعروفين واللي عملوا واللي قدموا عطاءات كتير كبيرة واللي إلهم تاريخ مشرف مانو النقابي. طب ممكن يقول نقيب أنه لأنه مانك بالنقابة ممكن لهيك ما عم تشوف ما عندي مشكلة شو نشاطاتهم شو عم يشتغل. ما عندي مشكلة، لا لا والله، روح جيب لي النقابين خلوني يحكوا لنا دخيلك شو عم يشتغلوا. اعتذرتي عن جزئين من باب الحارة، بتقولي لأن النص لم يعجبك وحسيتي أنه دون المستوى. أنا باب الحارة أصلاً ضد تماماً أنه ينعمل، ضد تماماً. وأنا قلت له للمنتج قبنت حبيب قلبي، قلت له بليز أرجوكم وقفوا باب الحارة، وقفوا. فشل هذا السنة؟ خلاص فشل؟ نعم فشل؟ أكيد فشل، أي طبعاً. شوف لقلك شغلة، باب الحارة نجح بأجزاءه الأولى، ليش نحن لندعس على هذا النجاح؟ ليش؟ يعني ليش عم تمحي هذا النجاح؟ ليه عم تمسحه؟ ما خلي نجاحه يستمر العمر كله، ينعاد. ليه؟ لا لا، هو علامة مميزة، ولكن ليه عم تمسحوا هذا النجاح؟ ليه عم تمحوه؟ كتير في مسلسلات نفخر فيها. يعني أنا لو عم يقدم لي باب الحارة شيء جديد، والله على عيني وراسي، لو عم يقدم لي فكر جديد على عيني وراسي. صار براند مطلوب، مطلوب بالمحطات، مطلوب لأسباب أخرى. يلي هي تجارية؟ أي سياسية؟ تجارية وسياسية فقط، على حساب البلد، على حساب الفن، على حساب الوطن. لو تقدم لك أجر صحيح ومناسب، لو تقدم لي 20 مليون دولار بباب الحارة ما حاشتغل. لا تعليق، لا لا بباب الحارة ولا بأمثال باب الحارة.
أي عمل لا يحترم عقلي وعقل الناس لو نحط لي مصاري من هون للسما دولارات ما بشتغل. هل بيشمل هذا؟ وأنا معروفة بعمري ما بعت مبادئي ولا بعت حالي ودائما محافظة على حالي والحمد لله رب العالمين. هذا التصريح بيشمل البيئة الشامية كالمسلسلات؟ لا فقط باب الحارة وأشباه. أعشق البيئة الشامية. نعم. وأنا عبالي كتير اشتغل دور شامي بعمل. شوف أنا ما بدور على الدور، أنا بدور على العمل. يعني أنا مثلا بباب الحارة كان عندي دور عظيم على فكرة، كان في دور كتير حلو ودور جديد. بس أنا موجودة كدور، بس اللي حوالي شو مكرر هش ومكرر. شو بدي أعمل؟ يا بدك تطلعيهم وصعب، شو بدي أعمل؟ يا بدي نزلوك، شو بدي أعمل؟ أحرق حالي قول إني شاركت بهالمهزلة. مين أخذوا للدور؟ ما بعرف، ولا تابعت ولا بحضر نهائي طبعا، ما بضيع وقتي. بوقت حكى بالفترة الماضية عن أجور بعض الفنانين، بما أنه جبنا لسيرة الأجور وتم الكشف عن أرقام بدت للبعض عالية والبعض الثاني شافها قليلة، يعني مقارنة بالأزمة والحرب اللي عم نعيشها، هل عندك الجرأة تكشف اليوم ما تتقاضاه سوزان رجم الدين عن أي عمل سوري؟ عندي، بس ليش لأقول؟ ما حدا له علاقة فيني، إن شاء الله أشتغل ببلاش. لأنه قلتي أنه بيقولوا ما حدا تطلب كتير عالي. ما حدا له علاقة، أوقات بطلب عالي أنا لي هدف، مشان ترفضي، أوقات بيعلي مهرك من ما بدك تجوز بنتك. وأوقات باخد الغالي وبشتغل، وأوقات يا سيدي بجامل. أنا المادة آخر شيء. أخذتي شي عمل جاملتي فيه؟ طبعا جاملتي فيه؟ بالأجر؟ ولا بالظهور وطلعتي؟ لا بالأجر، ما بجامل ما بجامل بالفن أنا. يلي هو؟ أنا ما بجامل بالفن نهائيا. أوكي. عمري يعني أنا لو ضليت 10 سنين ما اشتغلت وقاعدة بالبيت ما بشتغل شيء ما بيشبهني أو دون المستوى اللي بدي إياه. مين جاملتي بالأجر؟ جاملت كل الأعمال السورية اللي اشتغلت فيها هون. أي لأنه نحن بأزمة وبحرب طبعا. تنازل أكيد. كان تنازل منك؟ لا مش كل شيء، مش أنه ولا شيء تنازل بس ما أخذت الأجر اللي لازم أخده طبعا. طبيعي هذا الشيء نعمله. شهدنا بالموسم الرمضاني ظاهرة اجتاحت يمكن فضائياتنا بتقديم الممثلين والفنانين للبرامج التلفزيونية، هل عرض عليك هذه التجربة؟ أول وحدة قبل ما يطلع أي ممثل وأي ممثلة كان عندي برنامج اسمه جار المشاهير مع سوزان نجم الدين بدبي، وكان على مستوى راقي جدا جدا وعالي جدا جدا جدا، وكانت الهدايا تبعه شقة ببرج المشاهير في دبي وإقامة دائمة. هيدا كانت الهدية مثل جوائزنا تبعه. مثل جوائزنا تماما. هيدا الهدية تبعه. نعم. وكنا حاكين مع أهم نجوم في الوطن العربي وخارج الوطن العربي وحضرنا سنة كاملة. للأسف 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 لما ابتدينا أنه بدنا نفوت صارت الأزمة وقتها بال2008 بدبي. والبرنامج مكلف جدا 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 وفيه برجين مش برج واحد، فيه 52 شقة هدية زائد اللي بدها تتقدم للفائز، يعني تقريبا كنا عاملين حسابنا 37 شقة تقريبا لنربح 37 تقريبا. نعم. فكان عندك شي 80 شقة والبرجين 700 شقة. توقف المشروع كله؟ توقف للأسف، لأنه كانوا بدهم الجماعة اللي متبنينه كانوا بدهم يفتتحوا قناة من خلاله. السنة عرض عليك شيء تقدم برامج؟ عرض علي بمصر. مصر ليه رفضت الفكرة؟ ما رفضت، أنا موافقة على الفكرة بس ناطريني لروح. بتشوفي اليوم حالك ممكن تنجح بعيد التجربة؟ أنا كتير بنجح بالتقديم جدا، سلفا رح لكم إياها جدا، لأنه أنا إنسانة طبيعية وصادقة وبحب الناس وبحب الهوى مثل هلأ حكون طبيعية. ما عندي هذا عقد. سر نجاح على فكرة. لا عندي عقد، لا عندي مشاكل، ما عندي أي شيء بيجيني بعرف حله، بعرف رد عليه، بعرف ما عندي مشكلة. وبحب الناس وبحب الهوى كتير وبحب البرامج. كتير من الزملاء خاضوا هذه التجربة، أيمن زيدان، باسم ياخر مع حفظ الألقاب، أمل عرفي، صفاء سلطان، أيمن رضا، شكران مرتجى. مين برأيك أكثر أيمن حدا قدم شو قدم؟ أيمن رضا كان بصفار كتار عبر السورية. ما للأسف ما شفته. أنا أيمن بحبه كتير. مين برأيك نجح؟ كلهم بحبهم. ما بعرف من نجح اكثر. ما تابعتي؟ لا ما تابعت كل شيء بدقه. لا ما تابعت، ما بعرف من نجح. ما بعثوا لك حدا يستضيفك منه؟ بلا، امل بعثت لي وبعث. طلعتي مع رابعه؟ ما طلعتي مع امل، لانه والله كنت عم صور ابن اصول، هي بتعرف. والله كنت عم صور ابن اصول وحمله فرعون ومسلسل شو اسمه سوا. بشوف عيونك بيشوف قديشك صادقه. ايه لا صدقا. ما انا ما عندي كذب بحياتي وماني مضطره اكذب لا من شان الهوى ولا من شان حدا. ليك انا واصله مرحله اللي عندي بدي أقوله، اللي بيعجبه بيعجبه، ما بيعجبه هي حريته الشخصية. حبيبي تصطفل يا عمري دخيلك.
بحلقة سابقة من برنامج مع الكبار كان ضيفي الفنان عباس النوري، تحية له. صرح وقال لدى سؤالنا على عمل مشترك جمعك معه فرصة العمر اللي شاركتي فيه البطولة، قال انه هذا المسلسل فشل وبيندم عليه. بتوافقي الرأي ولا عندك رأي تاني؟ اكيد لا، ما بوافقه، لانه العمل بداية فشل اول ما نزل، فشل زريع اول شيء. يمكن احد الاسباب انا ليش، لانه انا كانت كل ادواري، شوف هي جرأة اني اقولها، انا كانت كل ادواري البرنسس، الاميرة الجميلة الحلوة، الثريا، نهاية رجل شجاع، خان الحرير، فجأة اجيتهم شحارة وشحار جمته لبينا، فجأة اجيتهم واحدة من الشارع من السوق. بس هلأ وعلى مدى السنين، بعد كذا سنة من عرض المسلسل، من أكثر المسلسلات اللي ناجحة عند الجمهور السوري هي فرصة العمر. أنا بسمع، أنا وصلني وقتها نص الناس كرهته ولامتني عليه وقالوا لي كيف تنزلي حالك لهالمستوى، والنص الثاني قالوا لي برافو شابو شو هالجرأة اللي عندك. بعد كم سنة كل الناس قاطبة عن جد صاروا يقولوا لي قديه بنضحك بهالمسلسل وقديه لازم تعملي لنا جزء ثاني، وبليز ارجعي، وبليز اعملي كوميديا، وبليز وبليز وبليز. مع انه هذا اول مره بدي اقولها، يمكن الكوميديا طبعا هذا المسلسل كان مكتوب بطريقه عظيمه جدا، ولكن انشغل بظروف سيئه جدا. يعني كنا فقران تجارب بصراحه، يعني المخرج مع احترامي له، بس كانت اول تجربه له، وكانت تجربته منا محميه، لانه الانتاج ما كتير حماه وقتها، لانه كانوا جدد يعني عم بيجربوا بهي التجربه، فكنا فقران تجارب. وما رضيتوا يعني انتم نجوم، مو قصه ترضينا، قصه انت انحطيت ضمن الامر الواقع. نحن دخلنا مو هيك، ولكن تفاجئنا انه كان الموضوع هيك. فانا كنت يوميا روح من بيتي لللوكيشن عم ببكي، اقسم بالله عم ببكي دم من كتر الظروف ما كانت صعبة. ومع ذلك كنا رايحين نضحك الناس، ولحتى نوصل رسالة حلوة الناس، وحتى نسعد الناس. بس أنا بقول الحمد لله على هذا العمل، لأنه وين ما بروح بسوريا هلأ، وين ما، حتى لما كنت اكتشف سوريا كله اللي نظيرة نظيرة نظيرة، وبيحب نظيرة وبيكتشف نظيرة، وفي هلأ ناس عم تحطوا مقاطع على السوشيال ميديا. فلا، أنا بفتخر بهذا العمل بالأخير. هو كان كاركتر، يمكن كان كاركتر أنا كتير بحبه. فكرتي تكرري التجربة كتير حابة كررها جدا. هي يمكن دعوة، وإذا بيصير لي من نظيرة جزء تاني، وأنا طالبته للكاتب، إذا بيصير لي هلأ من نظيرة جزء تاني فورا بعمله، ولكن مع كوادر تانية. بعد 4 سنوات من الغياب، بعد مشاركتك بوش تاني بمسلسل المصري، رجعتي بمسلسل ابن اصول اللي حكينا هلا قبل شوي. البعض شاف ان عودي ضعيفه بقبولك. مو 4 سنوات، سنتين مدري 3، اكثر بيطلعوا 4، لانه وش تاني اشتغلته. لا بشك معلوماتك، انا بلشت بالغلط، انت 3 غلطات بالاول، غلطه واحده بس، 3 على فكره واحده، 3 مرق لنا اياها. مسلسل وش تاني بعد غياب فترة، شافوا البعض انه هي عودة قد تكون ضعيفة بقبولك ادوار ثانوية، خصوصي بمسلسل كلبش 3 او حملة فرعون، مقارنة يعني مع سوريين نجموا بمصر بالسنوات الماضية مثل تيم، مثل قصي، مثل سلاف. هل بيكفي الحضور بمصر اليوم؟ قديش اغبياء اللي قالوا هذا الكلام، سوري يعني قديشهم ساذجين. اولا دوري بكلبش مانو ثانوي، دور رئيسي كضيفة، ضيفة شرف مش ثانوي. فرق بين ضيفة الشرف اللي بتقدم رسالة كتير مهمة بحلقتين، ان شاء الله جملة، ان شاء الله جملة. معظم العباقرة العالميين بيطلعوا بجملة مش بمشهد حتى، وكل الكبار عاملينها، الاجانب والعرب كلهم عاملينها. يسرى قدمت مشهد واحد بمسلسل عادل امام، مشهد واحد مش حلقة، هدول الكبار. نعم، فهيدا ما اسمه دور ثانوي، هيدا اسمه دور ضيف شرف للضيف لهذا العمل. وأنا أضفت لهذا العمل كرسالة مهمة جدا، لأنه هي صلب الموضوع، هي لب المسلسل كله، هي اللي عم نحكى عنها كل المسلسل، أنه مين وراء هدول الناس، مين وراء هالتآمرات العربية. هي الأمريكانية الإسرائيلية يلي لعبته دورها سوزان نجم الدين، يعني هي المحرك للأحداث. فمنه دور ثانوي، غبي اللي قال انه دور ثاني. الاختيار معناها مو اعتباطي، الاختيار كان سوزان نجم الدين لتقدم هذا الدور. دور صعب جدا، اول شيء اضافه للعمل، وثاني شيء دور صعب جدا، قالوا لي ما حدا بيلعبه غيرك، دور صعب جدا، ما انه دور سهل ابدا، دور صعب جدا. وانا عملته بطريقه الحمد لله
عظيمة أنا بعتبرها حلوة، أنا حبيتها. مين نجح بمصر برأيك؟ لحظة لكملك، لا لا لكملك. دوري بحملة فرعون ليس ثانوي، دور أساسي جدا جدا جدا. وأنا خمس أمشي. مشاهد أو إن شاء الله يكون مشهد عشر لا 12 مشهد كبار. وفيلم سينما فيلم سينما كل نجوم السينما بيشتغلوا مشهد. بس هيدي سوزان. لحظة لحظة حبيبي، أحمد السقا بفوت بمشهد، أحمد عز بفوت بمشهد، كل النجوم السينما نجوم الشباك بفوتوا بمشاهد مع زملائهم مشهد إن شاء الله جملة. أوكي، ولكن ثقافة هدول البعض السخيفين التافهين اللي ما بيعرفوا شو عم يحكوا، هي ثقافتهم لحالة. يعني هي تسمية بس تشبههم لألهم، بس ما بتشبه الواقع ولا الحقيقة. مثل عم يحكي عن التكريمات، هدول هن نفسهم على فكرة. دوري بحملة فرعون أمثل سوريا وأمثل الحرب على سوريا، ومن خلال مشاهد مؤثرة ومعبرة ومع أهم النجوم. هيدا دور ثانوي، هيدا دور أساسي ورئيسي في العمل. بس أأسف على هدول البعض، بزعل عليهم على فكرة، مو منهم، أحلاني أزعل منهم، الله يساعدهم حرام. فكانت عودة قوية وقوية جدا، لأنه ابن أصول بطولة مطلقة. اللي ما شاف ابن أصول، ابن أصول بطولة مطلقة 100%. حأحكي عنه بالفقرة الأخيرة. فإذا هدول البعض تعال ندعي لهم. الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يشفيكم. الله يشفيكم يا رب، الله يشفيكم يا رب، الله يشفيكم يا رب. حرام والله زعلان. مع الكبار مين نجح بمصر؟ كلهم نجحوا، كل اللي ذكرته أنا. كلهم اللي ذكرته نجحوا، حتى بالأكسنت المصري، حتى جابوا اللهجة بالليل. في منهم أحسن، من في منهم أحسن. ما بدي أحكي لك، أنا ما بحب أحكي على حدا. طبعا في ناس ما نجحوا، بس ما بدي أقول أسماءهم. مين؟ لا ما بدي أقول مين. لا ما بدي أقول. على فكرة كتير دبلوماسية اليوم. لا 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 لا، ما أنا دبلوماسية، أنا ما بحب أذي. ما بحب أذي. لا 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 ما بحب أذي. أنا زملائي هدول على عيني وراسي، أنا ما بحب أذي. بس في ناس نجحت أكثر من ناس، وفي ناس خدمت الظروف، وفي ناس خدم عمل معين وما عرفت تكمل. عادي يعني، بتصير عند كل الناس. سبق وصرحتي انك مع الجرأة الفكرية، لكن ايضا شفناكي بادوار بتتطلب كتير جرأة كبيرة، مثل صرخة روح واعمال تانية. صحيح. لأي حد حضرتك مع الاعمال والادوار الجريئة؟ انا جدا مع الادوار الجريئة، ولكن اللي ما بتخدش حياء المشاهد، اللي بتضل يعني. انا اجرأ دور بالنسبة لي هو صرخة روح، وكنت مترددة جدا 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 في قبول هذا الدور، وكنت مرعوبة وخايفة منه كتير. ولكن اللي خلاني اقبل شغلتين، الحب المحرم اللي كان بصرخة روح بالخماسية تبعي، اكتشفت انه موجود جدا في المجتمعات العربية، جدا جدا. هيدا اللي خلاني اقبل نمبر 1. نمبر 2 اللي خلاني اقبل انه انا اقترحت انها تنتحر بالاخير، لانه هيدول الناس لازم ينتحروا، لازم يقتلوا في المجتمع. الرقم الثالث انه الرسالة الاخرى اللي قدمتها من خلال هاي الخماسية، اللي كتير ناس بيحبوها على فكرة وبيحضروها، كندا حنا وميلاد حنا وميلاد يوسف. الرسالة الثالثة انه هالإنسانة اللي تزوجت صغيرة وطلقت او مات زوجها وجابت بيبي وهي وياها قراب كتير للعمر، وهيدا إلى حق بالحب وبالحياة، ما تحرموها ما تجلدوها لأنه هي. ولكن طبعا ضد انه انا ضد انه مثلا تحب، فهي بلحظة ضعف صار هذا الشيء مو منها. العمل كان انه هي مكمله. انا اقترحت شيء اخر، انه لا مش صحوه، انه غصبا عنا صارت القصه، ولانه بتصير بالحياه غصبا عنا، وما كملت وحاربت هذا الموضوع. هي رساله ثالثه انه اذا انت وقعتي بالغلط ما تكملي فيه، حاربيه للاخير. وهي حاربت البعض للأخير. الفكره انه شافوا فيه تكريس لهذه القصه، لهذه الافكار، رغم انها موجوده بالمجتمع. موجوده كثير، بكثره هلا، بكثره وصار ابشع من هيك. لما نرجع نقدم، بلا ما نقدم حل او نقدم اقتراح، قدمنا حلول. انا قدمت 3 رسائل بهي الخماسيه. انا ما قدمت اعتباطا، انا ما اشتغلت اعتباطا ابدا نهائيا. تعتبريها جرأة كانت بوقتها؟ طبعا ايه، عمل جريء. عمل جريء ما كنت انا اتوقع اني اقبله، بس أنا قبلته للأسباب الثلاثة اللي قلت لك إياها. خلال السنوات الماضية كان موقفك من الأزمة والحرب اللي شنت على سوريا واضح جدا، وجاهرتي بأكثر من مطرح وأكثر من مقابلة. ما رح فوت بخضم المواقف يلي الكل بنعرفها طبعا. سؤالي اليوم، هل كان ثمن بقائك حرمانك من الأولاد؟ هل بتندم عليه؟ أنا ما بندم على شيء، قلت لك من الأول ما بندم. أنا بلدي خط أحمر، وطني خط أحمر بكل معنى الكلمة. إذا أنا روحي، وهذا مو كلام ومو إعلان ولا أعلام، أنا إذا بيتطلب روحي ودمي أقدمه لهالبلد حقدمه. بس
نقطة انتهى. بالنسبة للناس اللي طلعت برا وانقطعتوا يمكن بسبب مواقفهم، واليوم كان في منهم زملاء لحضرتك فنانين طبعا، قديشك قادرة تقلبي صفحة وتوقفي يمكن معهم قدام كاميرا وقدام؟ أنا بحكي معهم على فكرة. تحكوا سياسة؟ لا لا أنا بحكي معهم، وأنا حاولت مع كتير منهم، لأنه لأحكي لك شغلة، دائما في حوار حتى بالسياسة بيطلبوا بيطالبوا بطاولة الحوار. ليش؟ لأنه بيكون في وجهات نظر مختلفة. يا أخي تعال نحكي معهم، أنا حاولت أحكي مع كثير منهم، لما بلاقي سد بطل أحكي. حدا اقتنع منهم؟ ايه في عودة لحدا؟ ايه فضلك؟ ايه في طبعا، وفي ناس عادوا بس ما بدي أذكر أسماء. كنتي صح الفضل برجعتهم؟ ايه أكيد. وفي ناس بمصر كثير كانوا فهمانين الوضع غلط، كمان أنا ساهمت بأنه يفهموا الوضع صح. هاي مهمة الفنان يمكن اليوم، هاي مهمة الإنسان. حلو. قبل الفنان فما بالك بالفنان. نقابة الفنانين كان لها رأي آخر، كانت مع محاسبة كل حدا طلع والأشخاص يلي كان في ناس ضلوا بالبلد وخانوا البلد أكثر من اللي طلعوا. أف. شو لكان الشيء؟ مو بالجسد الشيء، مو وين تكون أنت، بسوريا ولا برات سوريا؟ سوريا يا هون بقلبك، وقلبك مو حامله وين مكان، ولا لا قلبك تتركه بسوريا وبتطلع؟ قلبك حامله وين مكان، يا وطنك بقلبك حامله وين ما رحت، يا أما مانو بقلبك حتى لو جوات البلد. حيك. كملين معكم مستمعي صوت الشباب. أخ يا قلبي. في حضرة الكبار، ذكريات، نجاحات، اعترافات بجرأة وبكل مصداقية. حوار مع الكبار في حضرة الكبار، وكلام لأول مرة. مع الكبار مع الفنانة القديرة سوزان نجم الدين. مع الكبار، مع الكبار على صوت الشباب اف ام. مكملين معكم مستمعي صوت الشباب وين ما كنتوا عم تسمعونا بسوريا وخارجها، عبر اليوتيوب، عبر هوانا اكيد، وعبر صفحة صوت الشباب. بالوقت البقي لهيدي الفقرة، شبهوك بمارلين مورو وتم اختيارك لتمثيل إعلان، حيث أجمعوا الكل من خلال هذا التصوير أنك أكثر امرأة بالعالم تشبهها. ما عندك مشكلة تكوني كام مارلين مورو؟ لا ما عندي مشكلة. أولا نجمة إغراء. أولا لا لا لا، شيلك من هالعلاك السوري المصدي ومن هالتسميات المالة طعمي. مارلين مورو بحبها، أيقونة شئنا أم أبينا. اغراء ما اغراء، انا ما عملت اغراء، يعني انا شكلي فعلا قريب كتير طلع من انا وانشغل انا على الاعلان. انت بتعرف كيف صارت القصه؟ تعالوا احكي لكم. كنت بامريكا، كنت اول مره بقص شعري كتير كتير قصير ومشقرته، وانا صدقا ولا خطرت لي مارلين مونرو ولا بعرف اني بشبهها ولا نهائي ماني بهالوارد. فكنت اقعد انا والاولاد، والولاد انتبهوا انه في وحده دائما معها كاميرا وملاحقتنا، معها كاميرا وملاحقتنا. مام شوفي هي كذا. نحن افتكرنا شيء ثاني، يوم 2 3 4 5 جبناها قلنا لها شوفي يا بنت الحلال، هي امريكانيه، انه انا هي كانت عم تعمل كاستينج لمارلين مونرو في امريكا، وعم تجمع عم تشوف مين الشخصيات اللي بتشبهها. فهي شافت فيي شبه كتير كبير. فأنا لما حكتني أنا ضحكت، قلت لها من وين الشبه؟ لا في شبه ولا في شيء، أنا ما كنت بعرف. قالت لا في شبه كتير كبير، أعطيني فرصة أنه أنا أصورك بالاستديو تبعي وأقدمون للشركة المنتجة. أنا ما أخذت وعطيت، وقلت لهم للأولاد شو هاي تكون عم تمسح معنا عم تطاق، هي بتعرف أنه أنا أوريدي ممثلة يعني في بلدي، فش معنا نقتني لألي. فقلت فيها لعبة للقصة. يا سيدي ضلت وراي ضلت وراي ضلت وراي. قالوا لي البنات، قالوا لي مام روحي شو خسرانة، رحت أخذ جيش معي، بلكي بدهم يغتالوني بلكي مؤامرة من شي حدا يعني. أخذ جيش معي وخبرت يعني وكذا. والله طلع عندها استديو، وطلع جايبتلي الفساتين والفرو، وجايبتلي الصور تبع مارلين والمكير والشعر والكذا. عملتلي الصور، عملتلي تقريبا 700 صورة. انا عندي صور لصمات، لو عندي صور مارلين 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 مليار بالمية. مارلين مليار بالمية، ما بتقول انه هي واحدة تانية. لدرجة انه لما شافوهم بدبي احدى الشركات اللي كان بتمثلهم مارلين مونرو،
قالوا لهم عندهم كل صور مارلين وحياة، قالوا لهم من وين جايبين صور مارلين هدول؟ ما عندنا ياهم، من وين جبتوهم؟ اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ولا عرفوا، وصاروا بدهم يشتروا الصور على اساس هي مارلين. والله العظيم وقتها كان دنياني وكيلة لنفس السيارة، ما بدنا نذكر يعني لنفس السيارة. بعدين اجاني انا كنت ماشي بالموضوع بس اجاني شيء اهم، اعلان الموبايل يلي اقرب لي كفناني، لانه فيه البروجيكتور اللي حلم لكل واحد انه انت عندك سينما متحركه بقلب موبايلك. فطبعا قبلت مباشره ومثلت وقتها شخصيه ماري مونرو. وطبعا شوف الناس يا حرام، انه 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 معقول تنسى سوزان نجم الدين وتصير مارلين مونرو؟ معقول؟ ما بعرف. ما رديت على حدا، طلع قصص كتير وطلع حكاوي وطلع تنسمع علي حبيبة قلبي مارلين انا بحبها. طبعا تنسمع، ما عندي اي مشكلة. اللي بيعرف انه يمكن اللي بيعرف اصلا لك شغلة، سوري لتكملة للحديث طبعا، انا عاملة نيفرتيتي. اذا بتشوف صورتي بنيفرتيتي بتقول هي نيفرتيتي، يعني شوف النقيض بين مارلين وبين نيفرتيتي. شوف النقيض شرقي وهالقد غربي، شوف النقيض الرهيب. انا عندي بشكر رب العالمين عندي وجه متحرك، يعني حسب الشعر وشوية ميك اب بقلب 7000 درجة واحدة تانية. إن شاء الله ما بتكوني مارلين مورو. مارين بحياتها الخاصة كانت فاشلة، تشبهك بشي؟ لا ما بعرف كتير عن حياتها الخاصة، ما دخلت. فشلت بحياتها، بحبها، بزواجاتها، وأخذت وصلت للانتحار. أنا وصلت للانتحار، ما بنعرف شو الأسباب. يعني كل حدا عنده ظروف. لأقول لك شغلة، أوقات الطلاق ما نو فشل، أوقات الطلاق نجاح. نجحتي بعد ما طلقتي؟ أكثر قصدي؟ على فكرة أنا لسه ما طلقت، هاي معلومة جديدة. أنا رفع منفصلة. دعوة؟ منفصلة. أنا منفصلة بس أنا ماني متطلقة. رفعتي مخالعة أو شيء؟ لا. والوضع هيبقى هيك؟ في أمل بعودة أبدا؟ ما حدا بيعرف. ما بدي أحكي بالموضوع بس لحتى نعرف، لأنه علقتينا بشيء. ما بدي أقول لك. خلص خلينا معلقين. لا معلقين ولا مطلقين. لا معلقين أنا هيك، لا معلق ولا مطلق. إلى أن يأتي النصيب ما بنعرف. بعدين بتصعب القصة، بتفكري بعدين. ما بصعب شيء، كله مكتوب. ما لازم تنفصلي وتطلقي لحتى. هلا إذا ما بدي أحكي بالنوم. حننتقل للفقرة الأخيرة ببرنامجنا مستمع صوت الشباب. رجع الصدى. رجع الصدى. بفقرة فيدباك رجع الصدى، أكيد فقرة هيك لم تطلع شوي من السترس. ما بظن عملت سترس، أنا حاولت أعمل استفز بس ما شاء الله. على لكل سؤال جواب. يعني فقرة هيك رح نحكي بعض المحطات، بعض التكريمات الحقيقية بالفعل وبتستاهليها، وهذا أقل ما يمكن لأدوارك ومسيرة حافلة بأهم الأعمال. الحمد لله. سوزان نجم الدين، الحمد لله. خليني بلش من البدايات. شاركتي قبل التخرج بمجموعة من الأعمال البدوية اللي كانت ضاربة بوقتها، كهف المغاريب، الدخيلة، سماح، غدر الزمان، الله، مع رشيد عساف. من هالأسماء إن كان رشيد عساف، سلوم حداد، جهاد سعد، مين بتحسي كان الأقرب لتكونوا كابل وتكفوا بس ما كفيتوا؟ أول شيء كتير بحب هالأعمال. يا الله يا الله شو مشتاقة أني أشتغل بدوي. كتير حلوين كلهم، يعني كلهم عملت ثنائيات معهم حلوة. مع سلوم عملت بالشقيف يمكن أكتر من مع رشيد عملت ثنائي حلو بغدر الزمان، كتير حبونا الناس. ما نسمع عليكم ككابل سوزان وحدة تاني، لا مع بنت ولا مع شاب، يعني ما كان في عطول، كان في بالبدوي تفرد. لا ما نسمع بالبدوي لأنه ما كررنا التجربة. اليوم ليش ما في بقى بدوي؟ ما بقى سوء والله ليك. أنا لاحظت أنه الأعمال، شكل الأعمال هي موضة. موضة البدوي خلصت، إجا فانتازيا. التاريخي خلصت، التاريخي إجا الفانتازيا، خلصت الفانتازيا إجا الكوميدي، بعدين بقى الشامية. نعم. يعني دراما. كل فترة كل 4 سنين أنا خلال يعني متابعتي وهيك أبدعتي بمسلسلات نهاية رجل شجاع مع أيمن زيدان، تحيي له الفنان، بدور لبيبة عم يعرض هلأ حاليا. عم أي مبسوطة أنه الناس عم تشوفه. 93 هذا، بعدين خان 94 خان الحرير، الثريا، الكواسر،
بنفس يمكن الفترة المتقاربة، أربعة من أضخم الأعمال. صحيح. فترة قريبة يعني. صحيح. وتخلدت هذه الأعمال، اليوم نفتقد لهالنوع من الأعمال التاريخية. يا الله. أي والله. يلي بتوثق يمكن مرحلة معينة. مين المسؤول؟ منتج؟ المسؤول. يا الله شو حلو سؤالك. شوف، رغم أنه الأعمال اللي خلينا نحكي عن أعمالي أو الأعمال السورية اللي عملت، في أعمال يمكن أقوى من هاي الأعمال، ولكن ما عاد في شيء أخذ هذا الصدى. ليش؟ أنه صار في تشويش، وصار في تجارة، وصار في انضاف للأشياء اللي كانت موجودة وقتها، انضاف ساعة العرض و700-800 ألف مسلسل بنفس الوقت، ومحطات العرض، ويمكن أعمال مميزة جدا تنظلم لأنه ما نعرضت بمحطة كويسة بتوقيت كويس. فلذلك كتير. أما عدلي أعمالي مثلا، تعال على سوزان نجم الدين بس، بعد هدول شو اشتغلت؟ ملوك الطوائف قديمهم مثلا. فهمت شو قصدي؟ يعني بتعد كل الأعمال، كل أعمال عملاقة، كل أعمال كتير كتير مهمة، ولكن ما في شيء أخذ صدى نهاية رجل شجاع، ما في شيء أخذ صدى خان الحرير والكواسر والسورية. ليش؟ لأنه كان هذاك الزمن لساته صافي، لساته نقي، لساته بيور، لسه الفن هو الأساس، ما دخلت في التجارة. نجحت كتير مع أيمن زيدان بطيور الشوك، عفوا بالماء المر، مع المر نهاية رجل شجاع. نعم. طيور الشوك مع عبد الرحمن الرشي. بالتجربة الإخراجية الأولى كانت لأيمن زيدان. شفتي تجربته بأمينة لأيمن؟ بأمينة؟ أيمن طبعًا. أكيد طبعاً. أنا كنت عضو لجنة التحكيم بمصر. أوف. طبعاً. عجبك الفيلم؟ إيه عجبني. حبيتي إخراجه الأول كسينمائية؟ حبيته. إيه، ووقت أخذ جائزة أحسن مخرج، وأنا كنت من المرشحين بقوة لإله. موجودة بلجنة التحكيم، لكن وينك من السينما السورية اليوم؟ من السينما السورية؟ موجودة، يطلبوني لعمل مهمة بلاقوني. موجودة. ما عم يطلبوكي؟ انطلبت لأعمال. أنا بصراحة لك شغل من الآخر، ما فيني اشتغل، مو كل مين طلبني رح اجي اشتغل معه بصراحة. حقك. مو كل المخرجين على اسمك. لا، ما كل المخرجين فيني اشتغل معهم بصراحة. يعني شفنا موجة من انتاجات، حسب المخرج، حسب المنتج، حسب المستوى، حسب الكاست. ما فيني حط حالي تحت إدارة أي حدا، ما بقدر. شفنا انتاجات لا يستهان فيها للمؤسسة العامة للسينما. أي طبعاً مؤخراً. طبعاً طبعاً بحييهم، شابو لهم طبعاً. خصوصي خلال الحرب يعني. أكيد عم أكيد أكيد. بالعكس زاد الإنتاج. شاركتي بمسلسلات صلاح الدين الأيوبي 2001، أبو زيد الهلالي، ملوك الطوائف. لا تكملي بمسلسلات السيرة الذاتية بدور والدة جبران خليل جبران بالملاك الثائر يمكن. صحيح. بعدين عملنا كمان والدة محمود درويش بمسلسل. لا أنا ما عملت والدة محمود درويش ولا دخلت بالمسلسل. أوف. شفتوا شلون انه معلوماته غلط؟ طب صدقيني. أيوة. هيك معلوماتي وصلت. اي معلومات غلط. اليوم شو الدور اللي بتتمنيه لتمثليه كسيرة ذاتية؟ جوليا دمنا ان شاء الله. ليش؟ لانه جوليا دمنا هي رمز سوري عريق جدا. كانت امبراطورة عظيمة بوقتها، كانت منفتحة على كل الأديان. هي بنت الإمبراطورية الرومانية، هي كانت ملكة روما والمنطقة العربية بأسرها وقتها، مثقفة إلى أبعد الدرجات، مثقفة بالثلاث أديان، ثقافة كاملة، وظفت ثراء لخدمة المجتمع ولخدمة المعمار ولخدمة الناس وللقانون. هي اللي صنعت القانون الروماني بزمنها، كان العدل موجود بزمنها، كانت تدفع المال من أجل إيقاف الحروب بزمنها، كان في عز بزمنها، كانت سوريا هي الحاكمة بزمنها، كان أشياء كتير جميلة. إن شاء الله حدا يقدر يكتب نص يليق يعني بمستوى عمل درامي أو تاريخي هالقد ينجح. وفقط للتعليق يعني، نحن أنا بشتغل كأعداد وتقديم هذا البرنامج، أغلب مصادرنا هي بتكون الإنترنت. ليش اليوم ما بيكون في مواقع خاصة حقيقية وموثوقة، إن كان دخل نقابة الفنانين ولا تعترف اليوم بالنقابة، ليش ما بيكون في من عندكم أنتو موجود صفحة لإليك، ليش ما بيكون فيها توثيق لنقاط ومحطات يعتمدوها الصحفيين لما ينحك عنكم؟ ما فهمت السؤال. عم تقولي انه في بعض المعلومات خاطئة قد تكون او في طبعا والله بدك تسألهم، ما بعرف. عندك صفحة فيسبوك، ليش ما بيكون فيها مرجع؟ فيها كل شيء، بس بدك مين يقرأ الصح؟ ما في تشويش. ما انت مثل ما قلت هلأ من شوي، يعني انا مثلا حكوا عن سيرة والدي غلط،
أنا دخلت محمود درويش مو صح. العمر غلط. في كتير أشياء انحكت غلط. ليش؟ لأنه صار في تشويش. هي مهمة السوشيال ميديا. الحرب اللي علينا هي حرب تشويشية، إنك تشوش على الإنسان الناجح، سواء سياسي ولا فنان ولا إنسان ولا كاتب ولا أستاذ ولا أي حدا، إنك تشوش أصلاً على على أي حدا لامع في الوطن العربي. والله العظيم يعني هي سياسة، ما هذا 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 أكبر سلاح. شاركتي بحكاية أو حكايات من التاريخ مع بسام كوسا. صحيح. أخوة التراب كان أول عمل لي تقريبا. نعم. ظاهر بيبرس، الحجاج، شايف قديش أعمال مهمة اللي عم بتعدى. شايف ملوك الطوائف، الفاروق، الكواسر. شو العمل اللي بتقولي كان نقطة تحول لسوزان نجم الدين؟ هو نهاية رجل شجاع أكيد، لأنه أصلا هو من بداياتي، هو أصلا اللي حطني على السكة الصح، وهو اللي أصلا اللي مع أني قبله كلها بطولات مطلقة بالبدوي. يعني سواء بالدخيلة ولا بسماح ولا كيف ما قال، كلها بطولات مطلقة. بلشت أنا الحمد لله من أعلى السلم، وهيدا أصعب لما أنت بتبلش من أعلى السلم وكانت ظروفك صح، أنك تحافظ على أعلى السلم بظروف غلط، هي عن جد انتحار. بدي ذكرك بس بطوق، وهي ثلاثية كان مع أيمن زيدان. قبله عملتي قلوب دافئة مع رشيد عساف. صحيح. وعباس النوري، درب الشائك، أمهات، حنين. صحيح. الهاربة كان إبداع لا يوصف هذا. الحمد لله. حضرتك بتملك اليوم شركة إنتاج سنة للإنتاج. هلا واقفة الشركة هون بسوريا، ما في تحضير أبدا. ما في، لا 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 ما في. تفكري ترجعي تستأنفي العمل؟ ممكن، حسب الظروف، حسب الظروف. الأعمال المصرية، خليني أتذكر مذكرة سيئة السمعة، نقطة نظام، بوقت عملتي كمان كوميديا فرصة العمر وجوز الست، عم نحاول نختارهم كلهم. اشتركتي بخماسيات الخيانة تبع صرخة روح، البعض شاف فيها ترويج لثقافة بتتنافى، حكينا عنها القصة. بعام 2015 امرأة من رماد. أدمهم أدي الأعمال عم تذكرها مهمة بشخصية أدي الجهاد. الأعمال يعني هدول الناس السطحية اللي عم تكتب هيك من عمى، فوتوا تحضروا الأعمال وتعلموا، تعلموا، فوتوا حضروا وشوفوا جهاد. الرسائل اللي بتحملها هي جهاد الأعمال. جهاد كانت شخصية مركبة فائقة التعقيد من إخراج نجدة أنزور. بنفس العام مسلسل مصري كان وش تاني بنفس السنة عملتيهم، كمان كتير كان مهم. يعني تقعدي مع حالك أحيانا بتقيمي هيدي الأعمال؟ ايه. بتقولي أنا أخطأت هون، ما أخطأت في شيء أبدا أبدا أبدا. تعرف ليش؟ مش غرور صدقني، لأنه أنا ثقة بالنفس. بعتذر عن 100 مسلسل لأختار مسلسل وبغيب 3-4 سنين. والدليل هيدي الأسماء، والدليل هيدي الأسماء. عندك اسم فاشل شيء؟ اللي يعطيني اسم فاشل. لا لا أنا صدقا ما حأحكي اليوم. لا لا خل اسأل الناس. أنا عمل اليوم استفتاء. عم استعرض. عمل استفتاء. هاي الأعمال كلها أساس وعمود فقري في الدراما السورية. بمسلسل ابن أصول ظهرتي بدور والدة حمادة هلال. البعض انتقد هذه القصة، مو انتقد بشكل إيجابي يمكن، كيف قالوا لي جرأة كتير كبيرة انه قريبين على العمر. طلع أخوك يا مخلوق. اي لا هو 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 اساس النص. هو الناس اللي عم تقول ما بتعرف اساس النص. اساس النص انه انا وياه كتير قريبين من عمرنا، وانه امه جميلة كتير كتير لدرجة دائما بفكروا خطيبته وحبيبته، ودائما بتخانق كرماله وبغار عليها كتير وهي بتغار عليه. ما هي هو لازم يكون هيك. قديش بتشبهك سولا او سولا؟ بتشبهني يا الله شو بحبها، يا الله شو حبيتها سولا. بتشبهني ما عدا شغله واحده، حب التسلط. انا مع اولاد ابدا ما عندي اياه ابدا. انا احترم اولادي من وقت كان عمرهم، من وقت الولد. بس هي انموذج موجود بالمجتمع جدا. يا لطيف يا لطيف، موجود وبكثره وبشده واقسى من سولا بمليون مره. يا لطيف. إطلالات هالسنة كانت مصرية بامتياز، مثل ما حكينا ابن أصول، كلبش، وحملة فرعون اللي بتعتبري خطوة بعد قط وفار. تذكري خطوة مهمة طبعا. نعم. قدمتي مع محمود حميدة بوقتها ووحيد حامد. صحيح. كان بصمة قوية برصيدك بوقتها. سبب تفضيلك النصوص المصرية هالسنة على المحلية هو اللي عدم إلنا إعجاب النص؟ ما انعرض علي الشيء المناسب أني أنا أقدم لبلدي شيء مهم. أنا انعرض علي شيء اقل من المستوى اللي بدي اياه، فانا ما اكيد ما حكون في عندك خيار انه انا اشتغل السنه لحتى يكون مكسب مادي. ابدا ابدا ابدا، عمري ما فكرت بهالشيء. انا دائما بفكر عن جد، وهي حقيقه وماني مضطره لاقول عن جد ولا شيء. في فنانين صار باب رزق يعني الشغل. لا لا. والفن انا عندي شركه وعندي بزنس بدبي، مو بحاجه. الحمد لله رب العالمين، فاتحه شركه مش انتاج، ميديا واستراتيجيات وماركتينج على مستوى العالم، وأنا جزء من هاي الشركة اللي فيها ناس من أعلى المستويات كرياتيف على مستوى العالم، مقدمين أعمال بالريل استيت، بالسيارات،
بالبنوك بالبراندات عالمية. نعم. كلها. نعم. على أعلى المستويات. حلو. الحمد لله. وحتى 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 قبل ما تكون عندي هي الشركة بحياتي ما اشتغلت بهدف مادي. حتى لو محتاجة ومش والله معناتها في قضية وفي فن وفي لك شغلة مش معناتها أنا والله مليونيرة وبحياتي ما احتجت. لا يا سيدي أنا وصلت لمراحل تحت الصفر. أنا وصلت لمراحل تحت الصفر ومع ذلك ما تنازلت. ما تنازلت. كنتي متزوجة وقتها؟ لا قبل أكيد لا بعد. لا بعد. بعد لأنه بعد صار عندي ظروف مادية لأنه في شيء راح مني فجأة. راح كله. في شيء حسابات تسكرت. فأنا اضطريت بيع كل شيء. هي أول مرة بقولها. وبعدين وبحياتي ما تنازلت. يعني جاني كتير أعمال بفترة من فترات وما تنازلت كرمال المادة. كرمال تبقي بهالصورة والإيمج طبعاً. طبعاً أول شيء كرمال حافظ على الاسم اللي حفرته بالصخر واللي تعبت عليه كتير من كل النواحي. وأهم شيء إنه سمعت هاي الفنانة هاي الإنسانة. أنا هذا أكتر شيء بيهمني أكتر من إنه والله نجمة ونمبر ون وما بعرف شو وهاي القصص السخيفة اللي ما بتعنيني. بآخر أعمالك بالدراما السورية كان مسلسل شوق يلي شاركتك فيه البطولة نسرين طافش ومنى واصف وباسم ياخور من إخراج رشا شربتجي. ظهرتي مع أغلب الفنانات والممثلات بدون ميك أب على طبيعتكم. طلب كثير من الجهد. في ناس ما بتتقبل أصلا تطلع بلا ميك أب. الأمر كان ممكن ما تتقبله البعض مثل ما قلنا. قديش عانيتوا خلال التصوير بأماكن مدمرة؟ على فكرة أنا إذا أطلع بلا ميك أب أنا أحلى من الميك أب. هاي أنا بلا ميك أب عن جد مغرور داخل العقل كيف ما كنت. بس أنا ما طلعت بلا ميك أب. أنا طلعت مشوهة حالي. يعني أنا حط السواد والدم والقصص المشوهة والتراب. أنا هيك طلعت مشغل على الموضوع. لا لو طلعت بلا ميك أب بطلع أحلى من الميك أب بكتير. لأنه أنا بصغر بلا ميك أب. أما أنا طلعت أنا كتير بروح للدور لدرجة بنسى سوزان. يعني في فنانات ونجمات في أسلوبين. أسلوب من النجمات بيجيبوا كل الأدوار لإلهم نجوم أو نجمات. يعني فلان بكل أدواره بتلاقي نفسه. وفي نوع من النجوم هن بيروحوا للدور. أنا من النوع اللي بروح للدور بتقمصه مليون بالمية وبنسى سوزان. باخد من سوزان وبحط فيه. عرفت هيدي وصفة. أي منشان هيك أنا في كتير شكلي كتير بتغير كتير. يعني بتلاقيني هلأ اليوم غير بكرة غير بعد بكرة. بهيدا الدور ما عندي مستحيل عندي دور يشبه الثاني. ما في البطولة واسم المسلسل حمل اسم شوق وهو اسم نسرين طافش بالمسلسل. لكن البعض شاف انه البطولة كانت لإلك بالفعل. يعني بدور الطبيبة اللي تم اختطافها على يد تنظيم داعش الإرهابي. ما بتعنيك البطولة؟ هي بطولة مطلقة كانت أوكي لألي. بس كاسم والمسلسل وكلهم أبطال كانوا ما دخل الاسم. هي شكليات. كنت البطلة كنت واكل الجو. شوف لقلك شغلة لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق. والشكليات بفهم على كيفي. والشكليات تسقط الشكليات تسقط أمام الحقائق. بفهم على كيفي ولا بتفهميني فهم اللي بدك إياه. فهم بدك إياه. بس قصدي ما يعني تعال سميلي مثلا. يعني مع احترامي للكل الكل أبدع بالمسلسل كلهم. يعني كل واحد عمل دوره بجنن. ولكن بالأخير الجمهور هو اللي حيقول انت شو عملت وشو قدمت. هو اللي حيقيمك. وقال. فما في داعي. تم اختيارك كأفضل ممثلة عن شخصيتك بفيلم روز للمخرج رشا شربتجي وهو فيلم مقتطع طبعا من المسلسل اللي هو شوق بفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته 34 على شكل فيلم. تقدم هيدا المسلسل. قديش أخذتي حقك بالتكريم عربيا ومحليا وين لسا تتمني تتكرمي؟ شوف هذا الفيلم نتيجة نجاح روز بالمسلسل. اقتطع دور روز ونعمل فيلم سينما. بدك أكثر منك نجاح. هل في شركة بتعملها في أكثر منك نجاح؟ وأخذت عليه وصدقا كانت مفاجأة أو من أجمل المفاجآت. أنا فايتة رايحة على مهرجان الإسكندرية وما عندي فكرة أنه لي جائزة. بالعكس كانوا الكل مزبطين ما بعرف شو قصص وكذا. وأنا سألت أنه لي جائزة قالوا لي ما في. وفوجئت هنيك أنه أنا لي جائزة أفضل ممثلة عربية في فيلم روز. كنت سعيدة جدا 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 وكنت فخورة جدا جدا جدا. والحمد لله. وتعقيبا على الاول سؤال تبع التكريمات انه بعد الالسن السخيفه هي اللي ما بتقرا ولا بتشوف العميه. يعني انه على شو عم تتكرم؟ انا يا اغبياء ما عم بتكرم. انا عم باخذ جائزه نتيجه تعب.
مش والله اجى عبالهم يكرموني وانا كنت نايمه بالبيت. في منتج، في شيء. لا ما كنت نايمه انا، ما كنت نايمه عم بشرب قهوه او شيء وعم بلعب شده. نتيجه عمل وجهد كبير جدا 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 عم باخذ حقي عليه، وشكرا لكل مين قدر هذا الجهد. شكرا. زعلت نسرين طافش لأن تكرمتي على هذا العمل؟ قطفتي يعني بطولة مسلسل كامل أخذتيها هيك؟ لا مو هيك أكيد بعم، بس قصدي بلمح البصر يعني. لا مو بلمح البصر، أنا 6 أشهر عم بتعذب وعم موت وعم بهلك. ليه ما شاركتكم هي بالفيلم؟ هلا ما كان في داعي لدورة؟ ما بعرف هذا، بدك تسأل هني. أخذوا هني الجزء اللي بخص الحرب. فهي ما كانت، هو المسلسل كان مسلسلين، حكايتين نعم. مختلفتين نعم. فالحكايتين ما يعني أصلا ما اجتمعت أنا وياها ولا بمشهد. وأنا يعني ما عندي أي مشكلة مع نسرين، بالعكس أنا بعزة وبحترمها وما عندي أي مشكلة معها. يعني كل إنسان بيختار حياته وبيختار طريقه، وأنا بظل تصريحات من الفنانات كتير اليوم عم يتهجموا على نسرين، اليوم حضرتك انتي معه وصديقة لإلها أو زميلة؟ أنا ماني صديقة لحدا بالوسط، قلت لك كتير قلال الناس اللي قراب مني. في ناس قراب، في ناس بعاد، في ناس أقرب، بس كصديقة صديقة ما في. لا ماني صديقة أكيد. ولكن أنا أوريدي أولا ضد التنمر وضد التهجم على أي فنان. ثانيا أوقات في بعض الحالات في فنانين هن بيجبروك انك 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 تاخذ الجمهور بطريق معين، تجبرون. في منهم بينزلين، في منهم ما بينزلين، في منهم بيساهم بهذا الشيء، في منهم لا، حسب. يعني كل انسان مثل ما قلت لك بالاول بيختار طريقه وهو مسؤول عن هذا الطريق. شخصيه الكاركتر عملتيها مره وما ما ما تكررتي بشخصيه نظيره، فيها قولبه، البعض يشوف فيها قولبه وتقطير يمكن للفنان ومواهبه، هل هي مؤذية للفنانين واشتغلوها كبار صناع الدراما؟ شو يعني تقطير؟ سوري يعني شو يعني تقطير؟ غورته شي، عمل شخصية غوار لسنوات، غوار لمئة سنة، عمل لمئة سنة عمل بالفعل. بس وصل لمرحلة انه انا قال بالبرنامج انا خفت على حالي، انا ابقى غوار يعني. طبعا حقه طبيعي لانه هو دوريد لحام. هل هي مؤذية للفنان هيدي الشخصية؟ بس انا ما كره، انا مع عمل واحد، وين التقطير؟ ما عم بحكي على عملك على فكرة، عم بحكي على شخصية الكاركتر، عم بسألك سؤال عن افتكرت عم تقلي انه لا. قالوا انه نقطروكي ابدا أو شي. ابدا ايش السؤال؟ هات لشو اعطيني من الاخر. سؤالي هو شخصية الكاركتر تأذي الفنان اليوم؟ يعني باسم ياخر ونضال سيجري الله يرحمه عملوا كاركتر لا ما بتأذي، لكس انا معه شارلي شابلن. اذا نادولك اليوم نظيرة تزعلي؟ يا سيدي بيطير عقلي، يا ريت يا ريت يا ريت، بليز 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 نادولي نظيرة. بليز 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 اعملوا لي نظيرة مرة تانية، ارجوكم، لانه نظيرة بعشقها، بحبها كتير، بحب جرأتها وبحب عفويتها وبحب جنانها وبحب حركاتها. تشبهني كتير. مجنونة. يمكن سؤالي الأخير بهذا البرنامج، يمكن حصدتي مسيرتك الفنية جوائز تكريمات، يعني الحمد لله رب العالمين. تكريمك مهرجان الحياة للدراما بورسعيد مثلا، تكريمك بالمهرجان بورسعيد بمصر. ما تكرمت بالحياة عبور سعيد ومدري شو على مايدة. فكرة أنا رح أبعت لك كل المصادر المكتوبة، يا بتكذبيهم لا ما عندي هذا الشيء، يا بتقلي لنا أنه صحيحة بور سعيد؟ أي مصر بور بالحياة سعيد. جريدة الحياة قصدك؟ نعم. جريدة الحياة كرمت فيها بس أوكي. مو بور سعيد بلكي بمصر يعني. أي بمصر أوكي. أي. تكريمك بالمهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون عن دور أنا وأنت وأمي وأبي للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد. أي. تتذكري؟ شو متذكره؟ حسيت انه دور عظيم على فكرة، درع الإبداع أخذتي. الحمد لله. الحمد لله كان دور كتير حلو. حصلتي أيضا بأحد المهرجانات على لقب ملكة الأناقة، صحيح؟ هل بيسعدك وبيرضي الأنا تبعك التكريم على أعمالك أو على أطلالاتك؟ لا على أعمالي أكيد. طبعا طبعا أخذتي حقك ليك. أنا بحب يعني هلأ في مهرجان الأناقة أنه عطوني لطلتي، طبعا بحب هذا الشيء. مهرجان الإبداع التمثيلي أنه يعطوني على عملي أكيد بفتخر بهذا الشيء. اليوم أخذي حقك محليا؟ أخذي حقي، ولكن عم بحكي تكريميا على فكرة. تكريميا؟ أي طبعا. أنا أشوف أنا مكرمة من كل إنسان بشوفه بحياتي. عينك على مكان. شوف كم الحب، كم الحب اللي بشوفه من الناس على راسي من فوق، هذا أكبر تكريم لرب العالمين. كم الحب اللي بشوفه يوميا بكل خطوة من خطوات حياتي سواء في سوريا أو خارج سوريا،
ما بينشرى بمال قارون، ما بينشرى بمال الكون، ما بينشرى بأي فلوس في الكون. الله لا يحرمك هذا الحب، ولا بينشرى بجوائز الكون كله، لأنه هيدا الحب اللي بشوفه من الناس والحمد لله رب العالمين يكفيني إلى آخر الزمان. الديفا وأيقونة الدراما السورية سوزان نجم الدين، شكراً أن قبلتي دعوتي للبرنامج، كنت ضيفتي بتاني حلقات البرنامج بالموسم الثاني، شكراً من القلب. شكراً يا أمين. كلمة أخيرة إذا حبيت أقولي لصوت الشباب لبرنامجنا. شكراً لصوت الشباب، وإن شاء الله يضل هذا الصوت شاب، بمعنى يقظ، بمعنى مسؤول، بمعنى مبدع، بمعنى بناء. شكرا لك، برجع بلتقي فيكم مستمعي صوت الشباب الأسبوع القادم مع ضيف جديد وكبير من كبار هذا البلد. ضلوا بألف خير.